رهيب ما بين الاثنين ايه؟ ما بين العدسه الاسفيل والعدسه السلندر. لو انا قلت لك ان في عيان لابس عدسه نظاره اسفيل ناقص 3، مميزات هذه النظاره ايه؟ يقول لك لو خدنا الفيرتيكال ميريديان بتاع النظاره فقوتها ناقص 3، ولو خدناها بالعرض فبرضه ناقص 3، ولو خدناها بالجنب ناقص 3، بالجنب ده ناقص 3. اي حته في العين او اي اسف اي حته في العدسه السفيريكال لها نفس الايه؟ لها نفس الباور. خلاص؟ طيب لو خدنا كات سيكشن في العدسه السفير دي اهو، لو في اشعه بقى باراليل وقعت على عدسه سفير مش عدسه العين، عدسه سفير اي عدسه سفير، الاشعه هتتجمع في ايه؟ من ضمن الميزه رقم 2 هتتجمع في 1 بوينت. اللي انا بتكلم عليها هي العدسه السفير. يبقى ما هي مميزات العدسه السفير؟ اولا هي جزء من دايره، العدسه السفير يعني دي كده دايره ودي كده دايرة، بتجمع الأشعة في 1 بوينت. دي تاني ميزة للعدسة السفير. تالت ميزة إن في أي نقطة من العدسة القوة إيه؟ القوة متساوية. طيب طبعًا عندنا بقى كونفكس وممكن الكلام ده سهل أوي وأنتوا عارفين. في عندنا بقى عدسات بالشكل ده. العدسات المرة دي جزء من إيه؟ جزء من أسطوانة، يبقى اسمها سلندريكال. خلاص؟ السلندريكال لينس دي بقى لها ميزة فظيعة. ان في ميريديان في السلندريكال لينس القوه بتاعه صفر. المعلومه دي هنحتاجها قدام، مهمه قوي. يعني في هنا في ميزه في العدسه السلندر ان فيها ميريديان قوته ايه؟ قوته صفر. يعني ايه برضه؟ انا مش فاهم قوي. يعني لو دي كده عايزين ان حد معاه عدسه ميه؟ عدسه ميه؟ هي الصحراء. عدسه ميه هي عدسه ميه. اي عدسه ميه هشرح عليها. يعني لو دي كده اسطوانه كده يا جماعه، ركز بقى معايا. وفي اشعه عدت كده اهو، هيحصل ايه الاشعه دي؟ يعني في عقبات هنا، ساعه تحت شويه، ساعه تحت شويه، هيحصل لها ايه؟ ولا حاجه، هتعدي الجهه الثانيه من غير ما تنكسر. ليه؟ لانها هتقابل السلندر في نفس النقطه. النقطه دي زي دي زي دي زي دي، فالاشعه اللي هتعدي كده هتعدي الجهه الثانيه with no refraction. طيب ركز معايا كده، يبقى الاشعه اللي عدت كده هيحصل لها ايه؟ ما حصلهاش اي ريفراكشن. طب ده هيعدي كده يا ترى هيقابل نفس الفكره، هيقابل السلندر في نفس النقط؟ يعني ليه الاشعه دي ما انكسرتش؟ لان النقطه دي زي دي زي على نفس الايه؟ على نفس الخط. مش عايز اسمع صوتك خالص، ماشي؟ على نفس الخط. لكن دلوقتي دلوقتي لا، دي 6-0 عشان فكرنا بتاع للطرف، ماشي؟ مش عايز اسمع صوتك يا ينفع. دلوقتي لو في اشعه عدت كده بقى، في شعاع هيقابل قدام خالص، في شعاع جنبه بشويه، في شعاع جنبه بشويه، فاهمني؟ فالاشعه اللي هتعدي كده هتتلم الجهه الثانيه وتتجمع. برضه مش فاهمين، بصوا كده بقى الصوره دي اهو. دي ايه؟ لقينا دي نص ايه؟ نص اسطوانه. لاحظوا الاشعه اللي عدت كده عدت اهي الجهه الثانيه من غير ما ايه؟ ما تنكسر. مين بقى يتخيل معايا الاشعه اللي عدت بالعرض؟ اللي هي النقطه دي، شايفينها هتطلع ايه؟ اتجمعت في ايه؟ وان بول. خلاصه الكلام، الاشعه اللي هتعدي بالسلندريكال لينس ويز ذا اكسس هيحصل لها ايه؟ نو ريفراكشن. طيب دول بقى اللي عدوا كده بنسميهم ايه؟ اللي عدوا كده بنسميهم عمودي على الاكسس. دول اللي هيحصل لهم ماكسيمم ريفراكشن. ليه؟ في شعاع هيخبط هنا، في شعاع ورا شويه، في شعاع ورا شويه، في شعاع ورا اكتر. فالأشعة اللي هتعدي عمودي على الأسس هتقابل كيرف السيرفس، لكن الأشعة اللي هتعدي كده هتقابل إيه يعتبر؟ هنا زي هنا زي، هتقابل إيه؟ فلات سيرفس. فهمتوني ولا لسه؟ خلاصة الكلام بقى، خلاصة الكلام، العدسة السلندر لو الأشعة عدت ويز ذا أكسس نو ريفراكشن، لو الأشعة عدت عمودي على الأسس كده لا كده بقى عمودي على الاجهزه يحصل لها ايه؟ ماكسيمم ريفراكشن. يا رب نكون فاهمين، انا ما اقدرش اشرح اكتر من الصوره دي. فهمت الصوره دي ولا لا؟ في اشعه عدت كده وفي اشعه عدت بالعرض اللي هي المنقطه، مجموعه الاشعه المنقطين حصل لهم ايه؟ اتجمعوا. طيب دول بنسميهم ايه؟ عدوا ازاي؟ عمودي على الاجهزه. الاشعه اللي عدت عمودي على الاجهزه قبلت كيرف سيرفيس، لكن الأشعة اللي عدت وز أجز قبل دي ودي 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 نقطة اهي، نقطة دي زي دي زي دي زي دي، فقبلت ايه؟ فلات سيرفس. يا ترى ما هي استخدامات العدسة السلندر؟
مؤقتا دلوقتي نحفظها بس اسم كده بنستخدمها في علاج الاستجماتيزم. ازاي؟ لما ناخد الايه؟ لما ناخد الاستجماتيزم. خلاص؟ بس في حاجة تانية دلوقتي الأشعة دي عمودي على الأكسس ودي عمودي على الأكسس، مجموعة الأشعة دي كله كل مجموعة من دول عمودي على الأكسس، حصل لهم ايه؟ يتجمعوا في نقطة اهو. طب في نقطة هنا كمان، في نقطة هنا كمان، المفروض يكون في نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، النقط دي جنب بعض هتعمل ايه؟ هتعمل لاين. زي ما انتم شايفين اهو في الصورة دي العكس السلندر بتجمع الأشعة بوينت، لا في ايه؟ لاين. لكن العكس السفير بتجمع الأشعة في ايه؟ بوينت. ازاي نتج هذا الخط؟ نقطة جنب نقطة جنب نقطة جنب نقطة، عملوا ايه؟ عملوا خط. فهمتوني؟ طيب الشريحة اللي جاية دي يا جماعة في غاية الخطورة، كلكم هتتسألوا في الشريحة دي اخر السنة، خاصة الناس اللي لابسين نظارات. خش اللجنة يقولوا معلقك نظارة، ولا تتعرف لي على النظارة دي، نظارة مايوب ولا هايبر ميتروب ولا فيها ايه؟ فهل فيها او ما فيهاش ايه؟ استجماتيزم. لازم تتعلموا التجربة دي، تقلع النظارة كويس وتتعرف على نظارتك مايوب ولا هايبر متروب وفيها ايه ولا ما فيهاش استجماتيزم ولا ما فيهاش. بنعمل ايه عشان نتعرف على الكلام ده؟ بنيجي نرسم كروس على ورقة كويس. مفيش معايا ورقة او مفيش كروس، عندك الكروس بتاع ايه؟ بتاع البلاط. يمكن كلنا شفنا هتلاقي الدكتور مسك النظارة هتعرف من نظارتك اشوف ازاي، حد يجيب نظارته ويقول مش مستني على الناس. مش شكرا. تلاقي الدكتور مسك النظارة وعمال يبص على البلاط، بعد الدكتور مش عبيط ويبص على الكروس اللي في الايه؟ اللي في البلاط. انت هترسم كروس على الورقة ومش تحط شوية نظارة على الكروس كده، لا من بعيد شوية. تروح عامل ايه؟ انا شايف الكروس ده، تروح تحرك النظارة فوق وتحت ويمين وشمال. خلاص؟ فوق وتحت ويمين وشمال. ما انت لسه كده؟ مايوب وعنده استجماتيزم الشمال بس عشان مايوب وعنده ايه استجماتيزم. ازاي انا عرفت؟ انا هعلمكم تعملوا التجربه دي كلكم النهارده، بس احفظوا التمثيليه معايا اهو. انا هبص على الايه مره على فكره بالايدي ومره يعني مره بالازازه مره بالازازه الثاني. خلينا في الازازه اليمين اهو، لفوق لتحت شمال يمين، وبعدين اعمل ايه؟ كاني زي ايه؟ عربي. مسؤول جنرو بدون نظارات لكل عدسه لوحدها. ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ اهو نفس اللي انا قلته، ادى الكروس ولا الايه؟ ولا العدسة، وهنحرك العدسة مع عكسها لفين؟ لفوق. يا ترى الخط ده يحصل له ايه؟ بص بقى، لو الخط اتحرك لتحت يعني اتحرك ايه؟ with the movement ولا against؟ against الموفمنت. ولقيت الخط اللي تحت بقى لارج بقى مكبر عن الاول، يبقى النظارة دي على طول هايبر ميتروب. مفيش تاني، ده هي سهلة خالص. أنا هحرك النظارة لفوق، لقيت الخط كبر بقى تخين عن الأول، اتحرك لتحت العكس، يعني الحركة أجينس والخط بقى مور لارج عن الأول، تبقى دي النظارة إيه؟ هايبر متروب. طبعا دي نادرة، مفيش ناس هايبر متروب، كلنا هنلاقي بقى ده في النظارات بتاعتنا عشان كلنا مهم. هنلاقي إيه بقى؟ طب هحرك العكس لفوق، شايفين الخط ده اتحرك لفين؟ لفوق. فيها حركة إيه؟ رقم بي ويز، وهتلاقي الصورة بقت سمول. يبقى النظارة دي بي ايه؟ يبقى النظارة بي نكتب كده اهو مايوب. ماشي يا جماعة مايوب. اللي معاه نظارات بقى او بيسلفوا نظارات لاخواتهم كده مع بعض واعملوا التجربة دي. بصوا بالنظارة على الكروس بتاع من بعيد كده، على الكروس بتاع الايه؟ بلاط. بتاع البلاط، وحركوا النظارة هتلاقي الحركة وز، وهتلاقي الصورة ايه؟ مصغرة. يلا جربوا بسرعة كده. بسرعة. وريني. اتفضل. اهي. هنعمل ايه بعد كده؟ ادى الصورة مصغرة. ادى الصورة مصغرة. وادى الحركة وزن. اكدي. اللي معانا الضارة يساعد اخواتي. اللي معانا الضارة يساعد اخواتي. من بعيد. انا عايزكم تعملي من بعيد. الصورة ايه؟ بص على اي كروس الصوره مصغره صح والحركه وين؟ طيب يا جماعه لقطوها ولا لسه؟ وريني دي نظارتك يا ريان.
ايه عندها استجماتيزم برضو اقول لكم ازاي استجماتيزم لسه ما قلتش ازاي يا ريت كلنا نجرب جربتوا البلد كلها عندها استجماتيزم ليه الصوره مسخره صح لا بالراحه يا حاجه ما فيهاش هي بتتحرك يبقى الحركه وين والصوره ايه الصوره مسخره طيب عشان نخلص بقى عشان خلاص خلصنا الموضوع ده ازاي هنعرف الاستجماتيزم لو النظاره مفيش فيها استجماتيزم هذا النظاره ايه والكروس اهو مفيش فيها استجماتيزم الحركه اللي بنعرف الاستجماتيزم حركه الدريكتيون دي ليه في النظاره كده لو لقيت الكروس ما بيتحركش يبقى ده نوع استجماتيزم لكن لو في جوه عدسه بتاعت الاستجماتيزم هتخلي الكروس يعمل كده يعني انت هتشوف النظاره كده هتلاقي الكروس تحت بيعمل كده زي المقص كده سيزر موفمنت اهي فين الصوره دي اهي دي شايف الكروس حصل له ايه كل ما تلف النظاره تلاقي الكروس بيعمل كده بالعدسه اتجننت لو عمل كده يبقى فيه ايه استجماتيزم كلكم هتسالوا الكلام ده في الشفوي الله بلغت الله ما خشش خلاص كده بدا لو مفيش استجماتيزم هتلاقي الكروس تعمل كده وكده هتلاقي الكروس تاني لو في استجماتيزم هيعمل ايه عايز اسمع كلمه تقدر على فكره هي بقى ايه نصبايا يعني ايه نصبايا انت هتقلع نظارك حضرتك هيقولوا في استجماتيزم عشان دي نظارتي وانا عارف يعني تعمل كده وحركات لا بصوا ما يوب استجماتيزم على اي حاجه ما يوب استجماتيزم على ضغط لو ما تعرفش تعمل الكلام ده ما تقدر قال لي فين انا من واحد عندي في الشمال بس ما عنديش مين استجماتيزم يلا ما هو مش هيشوف اللي انت هتشوف حضرتك بتتحرك وزن يعني هو عبيط وفي سيزر مو عمل نظارته انا شايف هو مش هيشوف اللي انت هتشوف نظارته هو نظارته هو العادي العادي يا جماعه كلنا ما يوب استجماتيزم او مفيش قلتي استجماتيزم بس فرق عينه بس كمان عينه فكره خلاص كده عرفنا ازاي نتعرف على النظاره طب دلوقتي عرفنا النظاره بتاعتنا اسمعوا بقى مايوب والهايبر متروب وفيها ايه ولا فيهاش ايه استجماتيزم طب لو الدفع مش عايز صوت بقى يا رهاب ادوها النظاره حد رجعنا كده يا جماعه انا عايز اشرح بسرعه بقى مفيش وقت للكلام ده عايزين نتعرف على قوه العدسه يعني لو اداك عدسه في الامتحان وانا مش عارف قوتها تعرف تجيب قوتها اه في عندي طريقه ممكن نعملها اسمها طريقه النيوتراليزيشن يعني العدسه دي عدسه بلس عدسه بلس اهي لان من هنا كونفكس ومن هنا كونفكس بس انا مش عارف قوتها قد ايه اروح اعمل ايه بقى طبعا العدسه بلس دي لو انا ببص على شخص من العدسه دي انا ببص من هنا هلاقي الصورة ايه؟ مكبرة، ولو حركت العدسة هتلاقي الشخص اتحرك ايه؟ أجانب ما هي دي خصائص في العدسة البلس الصورة مكبرة ولو حركت العدسة يمين الشخص اتحرك ايه؟ شمال خصائص المرايا والعدسات خدناها في ستة ابتدائي ما علينا أعمل ايه بقى؟ أجيب عدسة تانية عكسها يعني لو دي عدسة بلس يبقى دي عدسة ايه؟ ماي أجرب الأول ماينس واحد بعدين أعمل ايه؟ احرك العدستين مع بعض يمين لقيت الشخص ده لسه بيتحرك اجانب اعمل ايه لا ناقص واحد مش كفايه خليها ناقص كام اثنين كويس احرك الاثنين مع بعض يمين لسه الشخص بيتحرك شمال لا مش نافع ناقص اثنين اول ما حطيت عدسه ناقص ثلاثه وحركت العدستين مع بعض يمين لقيت الشخص ده ما بيتحركش يبقى العدسه ناقص ثلاثه عملت ايه في العدسه اللي انا مش عارف قوتها نيوتراليزيشن يبقى لو دي ناقص 3 يبقى دي بلس كام؟ بس كده يبقى ما هي طريقه النيوتراليزيشن؟ اجيب عدسه اوف نون باور كويس اند اوبزيت كايند يعني لو دي بلس اجيب لها عدسه ايه؟ ماينس والعدسه الماينس دي قوتها نون ولا لا؟ نون ناقص 1 ناقص 2 لحد ما يحصل نيوتراليزيشن خلاص؟ لحد ما الموفمنت بتاع الشخص يحصل لها ايه؟ ستوبنج ولا ويز ولا اجيب ساعتها يبقى العدسه بتاعتك عملت نيوتراليزيشن للعدسه اللي انت مش عارفها لو دي ناقص 3 تبقى دي كام بلس 3 طبعا في اجهزه بقى تحط فيها النظاره تقوم تطلع لك الرايه على طول اسمها ايه فوتي ميتر خلاص والجهاز الاول ده الجهاز عامل الميكروسكوب حط النظاره تروح القرايه طالعه جهاز اسمه الفوتي ميتر
عامل زي الميكروسكوب اهو عند كفة الرمل. خلاص يحط النظارة في الميكروسكوب ويقدر يقيس النظارة. في جهاز قديم قوي اسمه جينيفا لينس ميتر او لينس كلوك عامل الساعة. شايفين احنا حاطين هنا عدسة بلس اهي شايفينها العدسة دي بتخبط في الحديدة دي والحقيقة دي بتشتغل على مؤشر تروح محرك المؤشر ده. طبعا واضح من الصورة ان العدسة عدسك بلس المؤشر على ايه على بلس. طب لو العدسة كونكيف ايه سام المؤشر على ايه على ماينس. وعلى فكرة بقى كل ما العدسة دي تكون مور كيرفت كل ما هتزق ده ايه اكتر فالاشارة هنا هتتغير اكتر. يبقى انت هتحط العدسة هنا اهو العدسة هتخبط في الليفر ده كويس هتلاقي ده يتحرك يديك قوة الايه قوة العدسة. ده الجهاز القديم اللي اسمه لينس كلوك او جينيفا لينسيميتر. فهمتوا الفكرة؟ يعني هي ميكانيكال هي فكرة ميكانيكال شوية. كل ما العدسة دي تبقى قوية كل ما هتزق الدراع ده ايه هتزق الدراع ده اكتر فالرقم اللي هنا هي ايه هيتغير. فهمتوني ولا لا؟ الطريقة اللي علينا اللي هي الايه توت مش بتكتب اسم بس زي ما مكتوب عندك في الورقة مكتوب ايه جينيفا لينس ميتر او لينس كلوك. فكر ده قديم الكلام معلش نعرفه برضه. ناخد اول ورقة بقى اللي هو ايه المايوبيا. طبعا كلنا عارفين الديفينيشن اوف مايوبيا. مين اللي ما حضرش الحصه اللي فاتت من هو المايوبيك بيشن كده يعني ايه الاول مايوبيا لها اسم تاني. العيان دايما بتاع المايوبيا يشوف القريب وما يشوفش البعيد فنسميه ايه نسميه شورت سايت. شورت سايت او هي نير سايت يعني بيشوف القريب. فالمرض ده بالعربي كده احنا متعرفين عليه نسميه قصر النظر. طبعا من هو المايوبيك بيشن لو عيان مايوب وفي اشعه بارلل اتجمعت على عينيه يا ترى الاشعه وقعت على عينيه يا ترى الاشعه البارلل هتتجمع فين؟ كلنا نفتكر هتتجمع في 1 بوينت ولكن هذه بوينت فين؟ ان فرونت اوف ذا ريتنا. طيب بقيه التعريف فاكر بقى لما الاشعه تطلع من الريتنا هتقابل عدسه ايه؟ نورمال ولا قويه ولا ضعيفه؟ عدسه قويه. العدسه القويه تعمل ايه بالاشعه؟ تجمعها قدام العين. ده مكان مين؟ الفار بوينت. يبقى تعال نقول النقطة الثانية أو الجزء الثاني من الديفينيشن light coming from the retina of a myopic patient يحصل له إيه؟ light comes from the retina of the myopic patient leaves the eye conversion to the far point قبل الانفينيتي قدام الإيه؟ قدام العين. كل ده الديفينيشن ده غلط ترى ما قلتش إيه؟ وايلد اكوموديشن ايه لازم اطلع مين بره اللعبه الاكوموديشن لازم اقول ان الاكوموديشن از كومبليتلي ريلاكس. خلاص طيب اسباب المايوبيا ايه انا قلت الكلام ده قبل كده يا اما كل الحاجات هت ايه كل الحاجات هت ايه هتزيد صح. طب لو العين طولها زاد بنسميها ايه اجزي المايوبيا. طب لو العين قوتها زادت قوتها كعدسات زادت بنسميها ايه ريفراكتيف مايوبيا. خلاص يبقى الاجزي المايوبيا طول العين هيزيد. ساعات طول العين يزيد بس مش قوي كده نسميها سيمبل مايوبيا. ساعات طول العين يزيد قوي 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 كده نسميها مالجنانت مايوبيا او هاي مايوبيا او دي جنراتيف مايوبيا. ساعات واحد يتولد عينيه كبيره نسميه ايه كونجينيتال مايوبيا. في عندي ثلاثه سيمبل مايوبيا وهاي مايوبيا وكونجينيتال مايوبيا. يقول لك ان السيمبل مايوبيا اخره ناقص 6 لكن الهاي مايوبيا من ناقص 6 لناقص 25 ده ناقص 10. ايه الكلام ده؟ يعني ايه مايوبيا ناقص 6؟ هو نعرف ان المايوبيا عينيه قويه على الطبيعي ليه سمي ده بالناقص؟ طالما عينيه قويه دايما نسمي خد مني دي بقى عشان دي مهمه قوي. دايما نسمي الايرور اوف ريفراكشن باسم العدسه اللي بتطلعها. يعني لو واحد مايوب ناقص 6 فهي عينيه اقوى من الطبيعي بالنص 6 فعلاجه ايه؟ عدسه ناقص 6. يبقى احنا بنسمي الاير اوف ريفراكشن باسم الايه؟ باسم العدسه اللي بتطلعها. يعني ايه واحد يعني ايه انا مثلا مايوب ناقص 1 انا اليمين مايوب ناقص 1 يبقى ايه؟ يبقى عينيه اليمين اقوى من الطبيعي بالنص 1 فعلاجها ايه؟ عدسه ناقص 1. يعني احنا بنتسمى باسم العدسه اللي بت ايه؟ اللي طلعنا. فهمتوني؟ ناقص 6. امتى بقى نسمي المايوبيا هاي مايوبيا؟ لو عدت الايه؟ ناقص 6 ناقص 25 ممكن نوصل كمان لناقص ايه؟ لناقص 30.
طيب بالنسبة للسيمبل مايوبيا بتبتدي امتى؟ بتبتدي يعني زينا كده كلنا لبسنا نظارة عند سن الثانوي وهي تقعد تكبر 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 وتقعد عند سن 25 سنة. أما الماليجنانت مايوبيا هتلاقيه بتلبس نظارة من الابتدائي. وهي تكبر تكبر نفسي تقعد عند كام؟ لا بتكمل بتكمل بعد 25 سنة. طب الكونجينيتال مايوبيا يعني كبيرة من امتى؟ سنسبل هتكبر أكثر من كده؟ لا ستيشنري. هنا الريتنا هتتشد عشان تغطي المساحة دي وهنا الريتنا هتتشد عشان تغطي المساحة دي وهنا كمان مين في الثلاثة الريتنا هتتشد قوي 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 بدرجة اللي يحصل فيها degeneration and atrophy المالجن هنا في المالجن انت مايوبيا بنلاقي دي degenerative changes of the retina في degeneration of the retina. قلنا انت نسمي المايوبيا هاي مايوبيا لو عدت الكام الناقص 6. طب بالنسبة لطول العين لو طولها زاد عن كام؟ نور المالي طول العين كام؟ طول العين 24. لو زادت عن 26 نسميها ايه برضو؟ هاي مايوبيا او مالجننت مايوبيا. اثنين على 24 وكام؟ 26. طب قلنا بقى ساعات المايوبيا يبقى سامة انكريز في قوة العين. ناخد أمثلة يا إما إنكريز في الكيرفيتشر يا إما إنكريز في معامل الانكسار. إزاي؟ واحد عنده المرض اللي أنا هرسمه ده عنده إيه ده؟ مخروط طالع من الكورنيا بتسميه إيه؟ كراتوكون. طيب في مخروط طالع من اللينز بتسميه إيه؟ لينزيكون. الاثنين دول حصل إنكريز في الكيرفيتشر. طيب العيان اللي اللينز بتاعته بتسيب مكانها تطلع لقدام بيحصل لها إيه؟ وهي في مكانها كانت فلات لما تطلع لقدام ما عادش في حاجه بتشدها من هنا ومن هنا فتتحول الى سفيريكال لينز فبرضه مين هيزيد؟ الكيرفيتشر هيزيد. طب لو واحد عنده سبازم اوف اكوموديشن يعني سبازم في مين؟ سيلاري ماسل. حد عارف السيلاري ماسل ولا بيحصل فيها سبازم؟ وات ويل اوكير ان ذا زنيول؟ ريلاكسيشن. وان ذا زنيول از ريلاكسد ايه اللي هيحصل في الكيرفيتشر اوف ذا لينز؟ هيزيد. نفس الكلام انا كله عايز نوت الكيرفيتشر ده ايه اوف ذا لينز. يبقى كده مثال لينتي كونس انتير ديسلوكيشن اوف ذا لينز سبازم اوف ذا اكوموديشن. دي مثال لو انا عنده ايرايتس انا عنده ايرايتس يبقى عنده سبازم في السيلاري ماسل. طب ناخد امثله بقى للايه للريفراكتيف اندكس. لو واحد حصل له نيوكليار كاتاراكت. بصوا بقى في قانون كده ان الكاتاراكت بيزود معامل الانكسار. خلاص الكاتاراكت بيزود معامل الانكسار. يعني لو انا عنده نيوكليار كاتاراكت هيحصل ايه في معامل انكسار النيوكليوس في ذا لينز؟ هيزيد. النيوكليوس دي عدسه بلس والكورتكس عدسه ماينس. يبقى لو البلس زاد لو حصل نيوكليار كاتاراكت يعني قوه النيوكليوس هتزيد. هيحصل ايه في قوه العدسه؟ هتزيد. يعني لو نراجع كده على فكره ده سؤال شكله النيوكليار كاتراكت بيعمل ايه في الريفراكشن؟ النيوكليار النهارده النيوكليار كاتراكت بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ مايوبيا لانه هيزود معامل انكسار النيوكليار كاتراكت هيزود معامل انكسار النيوكليوس وتش ذا بلس لينز. بالمره بقى عشان نخلص هو عنده بقى كورتيكال كاتراكت يعمل ايه بقى؟ هناخده الحصه الجايه هيعمل هايبر ميتروبيا لانه هيزود الايه؟ قلنا دي عدسه ناقص ودي عدسه ناقص هيزود الايه؟ الماينس. يبقى خلصت الكلام بقى لازم تحفظ الكلام ده حفظ صم. النيوكليار كاتراكت يعمل مايوبيا وان شاء الله نقول في درس الهايبرتروبيا نعكس النيوكليار كاتراكت نخليها ايه؟ كورتيكال كاتراكت. بس وده سؤال جامد ومشهور قوي 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 اللي هو بيبقى شاطر طبعا حته فنيه يعني حته فنيه. خدناها كمان على فكره فين؟ الكاتراكت خدناها. طيب في حاجه ثانيه بتغير يبقى الكاتاراكت بيغير معامل الانكسار وش كاتاراكت والليد تو مايوبيا نيوكليس وش كاتاراكت والليد تو هايبر ميتروبيا كورتيكس. خلاص كده. طيب لو واحد عنده السكر عيلة السكر هيعلى في الدم ويعلى هنا كده يعلى فين؟ الايكوس. نفس الكلام برضه معامل انكسار الايكوس هيزيد قوه قوه العند ايه؟ تزيد. انا التفسير اللي عندكم مش عارف اكل واحده بس ان الهايبر جلايسيميا الهايبر جلايسيميا لما السكر يعلى يحصل ايه؟ مايوبيا.
ان شاء الله لما نجي نعمل التست الجاي هنعكس الهايبر جلايسيميا نخليها ايه؟ هايبر جلايسيميا يعني النيوكليير هنغيره كورتي والهايبر جلايسيميا نخليها ايه في التست الجاي؟ هايبر جلايسيميا. مش هحكمها ثاني بقى هيجي ايه الميكانيزم؟ الجلوكوز هيعلى في الدم ويعلى فين؟ في الايكوس. لما الجلوكوز يعلى في الايكوس هيحصل ايه في معامل انكسار الايكوس؟ هيزيد. خلاص ما ده اللي انا عايزه. لو معامل انكسار زاد ذس ايه؟ مايوبيا. عايزين ندرس بقى العيان بتاع المايوبيا هيشتكي من ايه؟ قبل ما ندرس العيان المايوبيا تعالوا نفكركم بالنورمال. قلنا لو واحد نورمال اشعه فلو في واحد بعيد ايه بعمل الاشعه ايه على عين العيان لو واحد بعيد برد والاشعه البرد لو انا نورمال اجمعها فين؟ نورمال. انا دلوقتي بكتب بدرس النورمال اجمعها فين لو انا نورمال؟ على الريتنا. طب لو واحد نورمال بيبص على حاجه قريبه الاشعه هتقع على عين العيان برد مين الأشعة اللي بتقع على عينينا برد اللي جايه منين؟ من البعيد. لكن الأشعة اللي جايه من القريب ما بتقعش برد زي ما انتم شايفين على الرسمه تقع دايفرجن. ومع على ما انا ما خليها برد واجمعها تتجمع غصب عني فين؟ وراء الريتنا. وما انا جايبها هنا تاني ايه؟ قدام بالايه؟ الاكوموديشن. اسمه ايه الفيجن اللي بالازرق؟ ها يا جماعه النير فيجن ده النورمال. في نقطه هنا بتاعة الفار فيجن هو هنا بتاعة مين؟ النير فيجن. لو العيان بقى عينيه كبرت شويه يعني بدل ما عين هنا كبرت هنا كده اهو ده بنسميه سيمبل مايوبيا. وات ويل اوكير؟ الاشعه البارلل تتجمع فين؟ قدام العين. يعني بصوا لسه الاشعه اللي هي بتتجمع في نفس النقطه. طب والاشعه بتاعت النير اوبجكت بتتجمع ورا العين زي ما هي. يبقى العيان بتاع السيمبل مايوبيا واضح من الرسمه انه عنده مشكله. طبعا هنا هيروح مرجع دي تاني هنا بالايه؟ بالايه؟ بالاكوموديشن. العيان عنده مشكله في مين؟ في الفار فيجن. هتلاقي عنده اندستنكت فار فيجن كل مشكلته في الفار فيجن بس. هسألكوا سؤال اخبار النير فيجن هنا ايه؟ فله فله ليه؟ احسن مني ومنك. مش عايز اكوموديشن انا عشان اشوف رجعت دي من هنا لحد هنا. طب هو رجع حاجه بسيطه قوي. العيان ده بيستخدم الاكوموديشن حاجه اسمها مينيمال يوز اوف اكوموديشن. بيستخدم الاكوموديشن حته صغننه قوي يعمل فيها ايه؟ اكوموديشن. فالعيان ده النير وورك بتاعه از كومفورتبل نير وورك مريح جدا ديو تو مينيمال يوز اوف اكوموديشن. في قانون بقى عشان يحتاجه بعدين. اخبار اليوز اوف اكوموديشن في مايوبيك بيشنت زي النورمال اقل من النورمال اكتر من النورمال؟ اقل من النورمال. اقل من النورمال. اليوز اوف اكوموديشن از مينيمال يوز اوف اكوموديشن. خلاص. والعيان بقى يعمل حاجه غريبه كمان بس ايه على النظاره يعمل كده. كلنا شفنا دي حاجه اسمها فراوني العبوس او بارشال كلوزر اوف ذا ليد او سكروفينج اوف ذا ليد او بين هول لايك افكت. كان العيان عايز العيان عايز كانه بيبص من خرم من ابره بين هول لايك افكت. ايه الفكره؟ هو لو انا مايوب الاشعه البارلل بتتجمع قدام الريتنا. مين الاشعه اللي هتوصل الريتنا؟ سيمبل تعدي كده من غير ما تنكسر ده قانون هتوصل لحد الريتنا. وما انا دايما عايز الوجه يمين البريب واعتمد على مين؟ على السيمبل. فاجيب الابر ريد كده واللور ريد كده تو كات ذا بريفرال ريد. عارفه دي بقى يعني يرجع تاني يشوف يعمل كده توقف ذا بريفرال ريت. للاسف الحركه دي بقى بتقلل مناعه اللين. الحركه دي بتقلل مناعه اللين وما يجي له نفرايتس يجي له ستار كورنر في اللين عينيه تحمر. ماشي يا جماعه الحركه دي بتقلل مناعه اسمها ايه؟ اسمها فراون. خدنا مين دلوقتي؟ السيمبل مايوبيا. طب لو العيان بقى بصوا معايا كده عينيه كبرت قوي 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 كده بقى اسمه ايه؟ مالجنانت مايوبيا. وات ويل اوكير؟ الاشعه البارل طبعا هتتجمع فين؟ ده من الريتنا. طب والاشعه ده اهي ده انهي فيجن اللي اللازقه دي؟ نير فيجن. اول مره الاشعه كانت نير فيجن فين؟ اول مره فرانت اوف فيجن. خد بالك لو العيان ده عمل اكوموديشن هو فين اوكير؟ الحاله هتبقى ايه؟ تبقى اسوء. خلاص؟ العيان ده بقى ايه؟ عنده الفار فيجن بايظ صح الكلام؟ والنير فيجن هو كمان ايه؟ بايظ. في جمله كده يمكن
الروح تتخطى او تتلخبط وتعرفش تفهمه. بقول لك هذا العيان بالنسبه للنيرو فيجن عنده disproportionate between accommodation and conversion. عنده disproportionate between accommodation and conversion. ايه الكلام ده؟ هو احنا علشان نقرا محتاجين ايه؟ نعمل ايه في الليل؟ محتاجين نعمل ايه في الليل؟ accommodation. اه هذا accommodation. طيب محتاجين حاجه كمان. نجيب عينينا الاثنين اللي جوه كده اهو. مين المصل اللي هجيب عينينا الاثنين اللي جوه؟ ميديا ريب. الحركه دي اسمها ايه؟ اسمها convergence. احنا محتاجين دايما ايه؟ انا معلم عليه هو حاجتين accommodation and convergence. المره دي بقى احنا محتاجين حاجه واحده من الاثنين بس. او في حاجه من الاثنين ما عدناش محتاجينها. لو عملنا accommodation الحاله هتبقى ايه؟ ازرق. يبقى احنا مش محتاجين accommodation. يبقى عندنا عدم توازن في الاحتياجات لاول مره. ما عدناش محتاجين ايه؟ accommodation. وستيل احنا محتاجين عادي زي العادي convergence. طب والحركه دي بقى عامل يتصرف ازاي؟ هل في عيان يقدر يلغي الاكوموديشن يقدر يلغي الاكوموديشن ويسيب الكونفرجنس؟ للاسف المخ ما بيعرفش يعمل الحكايه دي. دايما يعمل الاثنين مع بعض. يعمل ايه؟ جوه في الليل اكوموديشن يروح عامل برين عامل ايه؟ كونفرجنس. طب وبعدين لو ده حصل هتطلع النقطه دي لقدام الحاله تبقى ايه؟ اسوء. العيان يعمل حاجه لطيفه قوي. لما يجي يبص على حاجه يبص عليها بعين واحده. يوني اوكلر. ليه؟ لما يجي يبص على حاجه قريبه يبص عليها بعين واحده. يوني اوكلر. لو بص بين واحده هيحصل كونفرجنس خلاص. وبالتالي لن يحدث ايه اللي انا عايزه بقى. مش هيحصل ايه؟ كونفرجنس. فكره صح؟ هبص بين واحده مش هيحصل كونفرجنس. فمش هيحصل ايه؟ ده اللي انا عايزه. ماشي. هو مش هيحصل النقطه دي مش ايه؟ اللي انت عملته مش هتخلي النقطه دي تطلع لفين؟ الحمد لله مش تطلع لفين؟ لقدام. بس برضه مش هترجع لورا. يعمل ايه بقى عشان يرجعها لورا؟ لما يجي يبص على حاجه يبص بعين واحده ويبص يوني اوبلر اند كلوز وور. ليه؟ لو انت قربت ده من عينيك هيحصل ايه النقطه دي؟ ترجع لورا تقرب من الريتن اكتر. خلاص زي الميكانيكي القديم بتاع العربيه بتاعك يعني يطلع الحاجه من العربيه هاي مايوب يا حيوان على طول عارف هاي مايوب. طب وليش دين؟ لا بهزار يا ماشي؟ فهمتوا؟ يبقى العيان ازاي يتغلب على الموقف؟ يبصوا عين واحده ويبصوا ايه؟ اسمها ايه بقى؟ كلوز. بقيت الكلام بقى سهل. العين لما هتكبر هيحصل ايه؟ الفيترس هيتشد عشان يغطي المساحه دي كلها. لما الفيترس يتشد يبتدي يحصل فيه ارياز اوف اوبرس. لما الفيترس يتشد يحصل فيه ارياز اوف اوبرس. العين يشوف ايه؟ زرارة متحركه اسمها ماسكه فوليتالي. مين هتتشد هي كمان؟ الريتنا. لما انت تتشد العين يشوف فلاشز اوف لايت اسمها فوتوبيا. نتيجه الشد البريفري اوف ذا ريتنا هيبوظ. الشد البريفري اوف ذا ريتنا بيشوف امتى؟ بالليل. مسؤول عن النايت فيجن. لما البريفري اوف ذا ريتنا يبوظ من الشد يحصل له نايت بلايند. طب لما حتت في الريتنا تبوظ يحصل ايه في الفيلد؟ حتت في الفيلد بتتعبى اسمها ايه دي؟ اسمها فيلد ديفكت. طب ليه في حتت في الريتنا هتبوظ؟ الشد. نتيجه الشد. نتيجه الايه؟ الاسترتش. اي سؤال؟ مش دكتور التراولنج والحاجات دي كلها ريفكتات من المخ ولا؟ لا اراديه. لا اراديه. نعم. لا اراديه. ليه؟ اه انا هنقرا هنقرا دلوقتي في الايه؟ الكومبليكيشن. الكومبليكيشن هيقرا. يا ترى الايرور اوف ريفراكشن كده بقى صعبه؟ الايرور اوف ريفراكشن كده هي كل الحكايه؟ كل الحكايه الايرور اوف ريفراكشن سكويت عايز مزاج وعايز عيال بتفهم فقط لا غير. الدكتور برضه بيشرح حاجه. لا الايرور اوف ريفراكشن عايز دماغ عايز عيال عندها مزاج بس. شايفين شاي مثلا؟ اه خلاص لو فحصنا العيان اللي عنده مايوبيا هنلاقي عنده مانيفستيشن اوف لارج اي ولا مانيفستيشن اوف سمول اي؟ مين يقول معايا؟ لارج اي. لارج اي يعني لارج كورنيا ديب اي دي لارج بيوبل عينيه كبيره قوي كانها بروفتوز سودو بروفتوز. السكليرا هتتشد. حد عارف لما السكليرا بتتشد 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 تبقى سن ولا فكر؟ سن. لما السكليرا تبقى سن تبقى مور ترانسبيرنت ولا ليس ترانسبيرنت؟ مور ترانسبيرنت. وتبص كده تشوف اللي وراها. مين اللي وراها؟ الكرويدال فينز لونها ازرق. فيتهيأ لك ان السكليرا
هي اللي زرعة بلوز كبيرة. طبعا هي اللي كبيرة ما زرعتش، هي كل حكاية بقت سين عند ايه ترانسبيرنت شو ويك از اندرلاينج ايه كروت. شوف المرمى الكروت خلاص. طب وات ويل اوكير ان ذا فانجس؟ طيب لو نفتكر كده الريتنا بتاعتنا كانت عبارة عن طبقتين اساسيتين، قلنا الريتنا اساسا سنسوري ريتنا صح، وتحتيها طبقة بيجمنتد اسمها طبقة الايه طبقة ايه اللي هي الخلايا دي طبقة ال ار بي اي. تحت دول بقى في مين؟ في كورويدال بلاد ليتن، في كورويدال بيجمنت. لو انت لو بصت على قاع العين هتلاقي حتة حمراء دي كورويدال ايه بلاد ليتن، وهتلاقي حتة سودا دي كورويدال ايه بيجمنت. حد فاكر ده اسمه ايه؟ حتة حمراء حتة سودا تيجرويد فانجس. مين اللي بيمنعك شويه شويه ان انت تشوف التيجرويد فانجس؟ الار بي اي لانه بيجمنتد مع الشد بتاع الميوبيا. ذا ار بي اي ويل بي اتروفيك، الار بي اي ده هيحصل فيه اتروفي. تعرف تشوف الكورويدال بلاد فيسلز احسن والكورويدال بيجمنت احسن. نسميه ده بقى نسميه اكساجيريتد تيجرويد فانجس. يبقى نلاقي نبص على الفانجس نلاقي الاحمر بتاع الكورويد واضح قوي، والاسود بتاع الكورويد يا وليد واضح قوي. ليه؟ حصل اتروفي في مين؟ يبقى مكتوب ايه؟ due to atrophy of the RBE. when the RBE becomes atrophic the retina becomes more transparent. فاقدر اشوف اللي وراها اكتر. so the tegroid fundus will be exaggerated tegroid fundus. اسلام ما جاش؟ اسلام اسلام اسمه اسلام ايه؟ اسلام سيف؟ ايه يا عم؟ اسمه اسلام ايه؟ فين راح تلاقيه؟ مش هدش هذا اول نقطة. ثاني نقطة لو عملنا له ريد ريفليكس، فاكرين الجهاز اللي بيعمل ريد ريفليكس اسمه ايه؟ ريتينوسكوب. فاكرين جهاز الريتينوسكوب بسرعة كده؟ انا مش عارف الكلام ده قبل كده. نجيب العيان بنوسع الميول وبعدين بحط قصاد العيان كده اهو جهاز الريد ريفليكس، لازم تطلع نور بطريقه معينه. هتبص هنا العيان تلاقي ايه في البيوبيك بتاعته متوسعه قرص احمر اسمه ريد ريفليكس. الريد ريفليكس ممكن بطريقه معينه اخليه قرص احمر راوند يعني، ممكن بطريقه ثانيه اخليه خليه خط كده. واعمل ايه في الجهاز اللي في ايديا؟ امسك الجهاز اللي في ايديا حركه يمين واشوف الريد ريفليكس هيتحرك ازاي. عندي ثلاث احتمالات، يا اما الريد ريفليكس يتحرك معايا بنسميها حركة ايه؟ ويز. يا اما الريد ريفليكس يتحرك الجهة الثانية بنسميها حركة اجين، يا اما ما يتحركش بنسميها نو موفمنت. لو ان هو يتحرك ويز في الهايبر بتروف واجين في الميوب ونو موفمنت في الايه؟ في النورمال. يا ترى العيان بتاعنا الموفمنت اوف ذا ريد ريفليكس هتبقى ايه؟ ايه الريتينوسكوبي ذا موفمنت ويل بي اجين. وان شاء الله نعكس الكلام ده في الايه؟ ليه بقى؟ ليه في الويز ليه في الهايبر متروبيا ويز وفي المايويا اجينس وكده؟ في اخر درس في الايه؟ نشرح كده اسمه درس الايه؟ الريتينوسكوب. درس الريتينوسكوب. يا ترى التنشن بيحصل له ايه في المايويا؟ ممكن يبقى نورمال وممكن يحصل نوعين من الجلوكوما. اول جلوكوما اوبن انجل جلوكوما، ايه العلاقه ما بينها وما بين المايوبيا؟ مفيش علاقه واضحه، مجرد ريسك فاكتور. الاثنين بيعملوا بعض او الاثنين بيبقوا موجودين مع بعض. وهنا سؤال شافوي تاني، لان المايوبيا تعمل ايه؟ تعمل انهي جلوكوما؟ والهايبر بتروبيا تعمل انهي جلوكوما؟ المايوبيا قلنا بتعمل ايه؟ اوبن انجل. في الهايبر بتروبيا كلوز انجل. ليه؟ في الهايبر بتروبيا العين بتبقى صغيره صح؟ فممكن مين يقفل الاجل؟ الاي. فيحصل كلوز انجل جلوكوما. يبقى السؤال الشبهي، المايوبيا تعمل ايه؟ اوبن انجل. الهايبر ميتروبيا تعمل كلوز انجل. وهيحصل كمان في المايوبيا بيجمنتري جلوكوما. ليه؟ نفس الكلام نتيجه الاسترتش، كل حاجه في العين بتتشد، فممكن البيجمنت اللي موجوده ورا في الكرويد او اللي موجوده في الريتنا من الاسترتش يحصل لها ريليز تتفتح في العين. تيجي فين؟ الانجل تقفلها، يحصل بيجمنتري جلوكوما. يبقى ممكن يحصل ايه من الاسترتش؟ ريليز اوف ذا كورويدال بيجمنت او الريتينال بيجمنت فروم اتس بليس، تتحرك من مكانها وتمشي جوه العين، جوه العين تيجي في الانجل تقفلها، هيحصل جلوكوما بسببها ترسبات اوف بيجمنت
قم نسميها ايه؟ بيجمنتري جلوكوما. طيب نخش بقى على سؤال بيجي سؤال تحليلي كومبليكيشن بتاعت الميوبيا كومبليكيشن. اول حاجه العيان ده ممكن يجي له ميه بيضه كاتبك ليه؟ اولا الميه البيضه اللي هتحصل هنا نسميها ايه؟ تروماتيك سينايل كونجينيتال كومبليكيشن. مش الميه البيضه دي هتيجي في المره الثاني؟ دي من ايه؟ المهم بنسميها كومبليكيتد كاتراك. ايه الميكانيزم؟ دلوقتي البلاد فيزلز اوف ذا اي هيحصل لها ايه؟ تتشل. لو جبت خرطوم في الشارع وشديته هيحصل ايه لليوم بتاع الخرطوم؟ يزيد صح؟ يعني كميه الدم اللي ماشي في الخرطوم هتقل، يعني كميه الغذاء اللي رايح للعين هتقل، كميه الغذاء اللي رايح لللينز هتقل، يحصل كاتراك على طول. كومبليكيتد كاتراك. يبقى ايه سبب الكومبليكيتد كاتراك؟ الخرطوم هيزيد، كميه الغذاء اللي رايح لللينز هتقل. كومبليكيتد كاتراك. ركز بقى معايا في الكومبليكيشن رقم 2 تحصل سكوت. يعني بتاع الميوبيا الجامده تحصل سكوت. ويتش طيب بصوا فاكرين كده اخبار اليوزف اكوموديشن ايه؟ قليل. وبالتالي اليوزف مين؟ مين اخوات مع بعض؟ الكونفرجنس قليل. طب مين الماسل من اللي بنعمل بيها كونفرجنس؟ الميديا ريكتس. الميديا ريكتس هنا من كتر ما بنستخدمهاش كتير، ما بنستخدمهاش كتير لان في ديكريس في الاكوموديشن وديكريس في الكونفرجنس. يحصل لها ايه من عدم الاستخدام؟ تبقى ضعيفه. من لاترال ريكتس تعمل ايه؟ تسحب العين لبره يجي لنا دايفرجنت سكويت. المفروض العين تتسحب لبره. ركز معايا. دايفرجنت سكويت بتاعت المخ يقدر يعمل السكويت. ساعتها السكويت يبقى ظاهر ولا مختفي؟ لو المخ قدر يعدله مختفي ليتنت دايفرجنت سكويت. طب لو المخ ما قدرش يعدل الحول يبقى ظاهر ولا مختفي؟ ظاهر. يبقى مانجنت دايفرجنت سكويت. طبعا الكلام ده قديم قوي، ما عادش حد يقول ليتنت دايفرجنت سكويت، ما عادش حد يقول مانجنت دايفرجنت سكويت. دايفرجنت سكويت بنسميه اكزو. بالمره كده مش هناخد دلوقتي. لما السكويت يبقى اللي جوه جوه، كونفرجنت بنسميه ايزو مش وقته. احنا بناخد فيه مين دلوقتي؟ فالدايفرجنت يعني ايه؟ اكزو. لو هو ليتنت او مختفي بنسميه اكزو فوريا. فلو هو ظاهر مانيفست بنسميه اكزو تروبيا. يبقى دايفرجنت سكويت اكزو. يا اكزو ايه؟ يا اكزو ايه؟ على حسب المخ. اكزو فوريا يا اكزو ايه؟ يا اكزو تروبيا. ما يحصلش كونفرجنت سكويت للعيانين دول؟ مكتوبة. بس ليه مش شرحها دلوقتي؟ مش هشرحها للتفسير. تفسيرها يعني موضوع طويل قوي يعني. تفسيرها لو يعني عايزين تعرفوا نيجاتيف انجل الفا. ده تفسير. طب ايه الانجل الفا اساسا؟ ما هناخدها فين؟ السكويت. احنا مقتنعين ان يحصل دايفرجنت سكويت لان مين المصدر الضعيفة؟ ميديا ريكتس. ليه هيحصل كونفرجنت؟ حصل كونفرجنت ايوه بس تفسيرها مش ايه؟ مش دلوقتي. واللي عايز يعرف التفسير ايه؟ نيجاتيف انجل الفا. هذا بالعكس. ماشي؟ بعد الفاصل. مش دلوقتي في السكويت؟ يا ريهام يا ريهام فين؟ ليه؟ ريهام انت يا ريهام ركز مع بعض كده. انا قلت كده دي ريتنا وده الكرويد وتحتنا هنا السكرير. ده الترتيب الصحيح؟ ريتنس كرويد سكرير. بص بقى ما تيجي تشد ممكن الكرويد يتخلع من مكانه ويرجع لورا شويه. ساعتها تبص جنب منطقه الديسك تشوف مين مباشره. السكرير. خلاص؟ يبقى ممكن يحصل تراكشن على الكرويد واشوف مين. لو انا بصيت هنا اشوف السكرير على طول. طب ده يبقى منظره ازاي بقى منه؟ في الحقيقه تلاقي عين كده وجنب الديسك هنا الديسك اهو المفروض كل ده لونه احمر. لون مين؟ كرويد. هتلاقي الحته دي الحته دي كده اهو لونها ابيض وشكلها هلالي. كويس؟ هلالي بتبقى اسكريسنت ودايما الاسكريسنت ده عندي ناحيه تمبرال وعندي ناحيه نيزل فدايما موجود على الناحيه التمبرال فبنسميه ايه؟ تمبرال كريسنت. يا دكتور مش فاهمين. بص لو انت حطيت ايدك هنا كده عندي ثلاث طبقات ريتنس كرويد ايه؟ سكرير. لو حطيت ايدي هنا بص الكرويد اتشد كده
فحط ايدك هنا كده يبقى انت شايف مين على طول السكليرا مباشره. خلاص. طب لما الشد بقى يبقى من جميع الجهات هتلاقي حواليك ديسك ايه مش هلال دوريه بيضاء اسمي بي في الاخر ايه اسمي بي انيولار مي بي انيولار اهو يا جماعه الصوره شو خلاص. يبقى هنا انا شايف مين على طول الحته دي السكليرا مباشره في الاول يبقى هلال وبعدين يبقى انيولار. ليه لا يقولها يبقى شاطر. ليه الهلال دايما يحصل على الناحيه دي كده اللي قولها ياخد جديد ايه لا لا ودايما الهلال يحصل على الناحيه دي لا 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 خمسه جنيه حيوانا الهلال هيحصل اسم الهلال ايه؟ تيمبرال كريسنت. ليه حصل تيمبرال ومحصلش ايه؟ ليه ده؟ ليه كتابة تيمبرال؟ ستة جنيه اقول انا بقى دلوقتي يا جماعة احنا في الامبريولوجي الاوبتيك ديسك يقفض الاوبتيك ديسك يقفض النص هذا في امبريولوجي مش هنقولها صح الناحية النيزل قد الناحية ايه؟ التمبر. بس الإمبريولوجي الأوتيك نيرف ده يقعد يتحرك كده 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 يتحرك هنا كده نيزل ليه؟ عشان يقابل كل الجهة التانية يعملوا مع بعض ايه؟ كارب. يعني الناحية التمبر بيحصل لها ايه؟ يعني هو كان في النص عمال يجي كده كده الناحية التمبر بيحصل لها ايه؟ تشد. يعني كلنا الناحية التمبر بتاعتنا اوريدي ايه؟ مشدودة مش ناقصة شد تاني. فأول ما ناخد شد تاني مين تموت الأول؟ اللي هي اوريدي مشدودة في الامبريولوجي ليه؟ التمبر محدش يكتب التفسير ده مش مهم مش مهم ولا التفسير دي مستحيل خلاص محدش يكتب التفسير ده حته كده ايه؟ فانتازيا كده دكتور نعم انت شفت انا العلم متعه نعم العلم متعه شفت انا قبل كده ليه؟ متعه؟ لا مفيش متعه دلوقتي عندنا امتحانات يا بيه متعه ايه؟ والله لو ايه؟ لا لا مفيش الكلام ده احنا كده مستمعين يعني ليه؟ اه يعني لا خلاص معلش وقت اه والله على فكرة احنا فاضلنا اكلينيكيا الايه السكويد البرين وال يعني اول ما خلصنا السكويد يبقى خلصنا المنهج ايه الاكلينيكيا خلاص تمام كده اهو ده ثلاث اربع حاجات كتير يعني فاضلنا اكلينيكيا ايه السكويد او على فكرة ممكن بعد السكويد يصير مراجعة على طول مش عارف ايوه هي دي ممكن يحصل ايه تاني ممكن نتيجة شد مركز معايا يبتدي احنا قلنا مين هيتأثر اكتر البريفري اوف ذا ريتنا حتى بتاعت بياض في البريفري اوف ذا ريتنا حتى بياض في البريفري اوف ذا ريتنا بنسميها ايه؟ areas of corneal retinal atrophy يبتدي يحصل في البريفري اوف ذا ريتنا عند البريفري اوف ذا كورويد اتروفي تلاقي حتى بيضة ودايما عندنا حتى البيضة دي يبقى حواليها بيجمنت عارف البيجمنت دي عبارة عن ايه؟ ماكروفاج تيجي تحاول تنظر في الحتت اللي ايه؟ الحتت اللي ماتت يبقى هنلاقي في الاطراف مكتوب عندكم اهي areas of corneoretinal elevation corneoretinal scars and corneoretinal قطعه من الايه من الشد اه ده ايه الصوره دي فيها ايه الصوره دي ده دي ايه الانيولار بتاع الكليسنت اللي هو انيول ممكن يحصل نتيجه الشد يا جماعه حاجه ثانيه ممكن يحصل نزيف تحت المكر والنزيف اي نزيف نتيجه الشد مش نزيف في المكر نزيف تحتها يعني ده العين اهي كده كويس شويه بلاد بيزز هنا اتفرقع يحصل نزيف تحتنا هنا اهو تحت المكله بالظبط اي نزيف لما بيتم بيطلع الموسيدر وايه والاسود وبنت تبص على المكله تلاقي نقطه سوداء اسمها فوكس سبوت فالفوكس سبوت دي لو وصلت واحد اسمه فوكس لونها ايه غالب مكانها فين الفوبيا سببها ايه بس انا عايز كده واحده من المكتوب عندكم طب فوبيا الايه هيبولوس هتؤدي الى لوس اوف انهي فيجن سنترا طب الديجنريشن اللي كان في الاطراف هيؤدي الى لوس في انهي فيجن؟ في البريفرال فيجن اللي العين هيتعبها في النهايه. فهمت الفوكس سبوت؟ طب الصوره دي هي ايه اللي انا قلته؟ شكرا. شكرا لك بتاع معانا يا شكرا. بصوا يا جماعه الصوره دي هي ايه بقى؟ شايفين الاطراف فيها ايه؟ ده فيها حتت بيضاء وحواليها ايه؟ بيجمنت يبقى دي الاطرف والصوره دي فيها ايه؟ الفوكس ايه؟
فوكسزبوت فوكس عليك سيبنا فوكسزبوت. طيب نتيجة الشات على فكرة الدرس كله كلمة واحدة الدرس كله ايه؟ ستريتش. لو نفتكر كده الريتنا بتاعتنا انا الريتنا وده الكرويد نفصلها عن الكرويد ممبرين انتوا ايه؟ بروكس ممبرين بيحصل قطعات البروكس ممبرين هنا بتتقطع بالبروكس ممبرين بقط هنا في المقطوعة دي بنسميها لاكر كريك عبارة عن بريك في البروكس ممبرين. ايه مشكلتها؟ مشكلة اللاكر كريك في حد ذاتها مش مشكلة ايه يعني اتقطع ولكن لما ده بيتقطع على طول ده بيدي فرصة للكرويد البلاد فيسل انها تنمو من القطع ده كويس؟ ويطلع نيو بلاد فيسل من الكرويد توصل لايه؟ للريتن. حتى عارف لما الكرويد يطلع نيو بلاد فيسل يسموها ايه؟ كرويدال نيو بلاد فيسل كرويدال نيو بلاد فيسل يسموها سي ان بي كرويدال نيو فاسكولاريزيشن. هسألكوا سؤال تاني توقع نيو بلاد فيسل دي تبقى قوية ولا ضعيفة؟ ضعيفة. تعمل هنا ايه؟ تعمل هنا نزيف تحت مين؟ الريتن. يحصل صب ريتينال هيمرج صب ريتينال هيمرج يعمل ديتاتشمنت ده بقى يبقى تاني يعمل هيحصل قطع في البروكس ممبرين اسمه ايه القطع؟ لاكر كريك. القطع ده هيخلي مين يطلع نيو بلاد فيسل؟ الكرويد. اسمها ايه نيو بلاد فيسل طالعه من الكرويد؟ سي ان بي. نيو بلاد فيسل دي قويه قويه ضعيفه هتعمل ايه؟ صب ريتينال ايه؟ صب ريتينال هيمرج. هو لاكر ده عندكم حاجه اسمها لاتنت ديجنريشن؟ نص طبعا تقريبا من دكتور هو لكر داري بدوت مصطفى لا ده لكر مش فكر ده شفت البرنامج بتاع دكتور مصطفى عكر من يومين كده خلاص البدر معايا كده قلنا البدر هيتشد يلا الف معايا بقى لما البدر هيتشد يتحول الى سيكوينس ويحصل في ارياز اوف وبس ممكن لما يتشد بص 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 لما يتشد لما يتشد يفصل من مكانه لورا ويتجمع كله قدامي ما ايه الفيترس انفصل من الخلف يسموها ايه؟ posterior vitreous detachment PVD posterior vitreous detachment يعني الثلاجة لو ايه؟ لو فاكرين يعني الواحد بيحب الاكل خلاص. طيب نتيجة الشد الاسكرين هتبقى قوية ولا ضعيفة؟ ضعيفة. ممكن ما تستحملش ضغط العين الاسكرين ممكن تبلج كده خد لك كلامنا في الكورنيا حتى فاكر لما الاسكرين تبلج صحيح؟ تسميها سكليرا للتافيلوما لما تبلش من ورا نسميها ايه؟ posterior تافيلوما برضو شرحناها قبل كده. طب هيحصل شد على الماكل نعرف مع بعض لا ممكن يحصل ايه الماكلة؟ ماكلة الهيموريج ماكلة ديجنريشن ممكن الماكلة تتخرب من الشد تتخرب تسميها ماكلة طول هيحصل كم نوع من الجلوكوما قدام؟ اثنين ناين اوبن اند جلوكوما بيجمنتري جلوكوما وستيرويد ريسبونسيفنس جلوكوما يعني العيان بتاع الميوبيا كلنا بنحط ستيرويد ممكن يحصل له جلوكوما ممكن ما يحصلش هو معرض اكتر انه لما يستخدم ستيرويد يعمل يحصل له جلوكوما انتوا عارفين ان اللوكال ستيرويد لفتره طويله بتعمل جلوكوما ده فرصته عاليه اكتر لو كده اسمها ستيرويد ريسبونسيفنس يعني لو يعني ايه لو استخدم ستيرويد يحصل له ايه؟ لا يحصل له جلوكوما. طيب احنا قلنا الريتنال البريتري او الريتنال هيحصل فيه ايه؟ ديجنريشن. طب لما الديجنريشن ده يزيد 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 والريتنال كلها تبقى باظت هتعرف مين هيكون بالتبعيه؟ قلناها قبل كده مليون مره الشبكيه باظت يبقى مين باظت التبعيه؟ الاوبتيك نيرف. اصل الاوبتيك اتروفي بعد الريتنال لما ماتت يحصل اوبتيك اتروفي بنسميه ايه؟ كونسيكوتيف اوبتيك اتروفي. كونسيكوتيف يعني التالي يعني اوبتيك اتروفي فولو ريتينال ديزيز مش كونسيكوت اوبتيك اتروفي في النهايه والعيان يبقى ايه؟ يرجع يتعب ماشي؟ العلاج بقى متعب بقى علاج الملوك النظارات بقى والحاجات الجميله نعم كل كومبليكيشن يعني تخش في الصهاينه يعني الميوبيا بقى من 6 كده ودي خلاص 8 10 جلوكوما وكونسيكوت ده ليش اصلا؟ ده كله مكتوب الحق مش حد يولع كبريت ايه؟ تركز على حاجه خليكم تسجلوا عليك ما تنساش بقى دلوقتي عمليات الليزك اللي بقول لكم انتوا تعملوه مش عايز ايه؟ ماشي؟ عندنا علاج الاول بالنظارات والعدسات العلاج بالنظارات والعدسات اسمه اوبتيكال تريتمنت
العيان ده هيلبس نظارة صح؟ يعني قوية ولا ضعيفة؟ لا مش لا تركيز عايزين تركيز العيان عينيه قوية ولا ضعيفة؟ قوية هيلبس عدسة ماينة الأول حاجة ولو انت ضيع كفاية هيلبس عدسة ماينة خلصنا على كده لو انت شاطر تقول له هيلبس عدسة ماينة بحيث أن البعد البعد للعدسة ينطبق على الفرق نعم سلام عليكم حيث أن البعد البعد للعدسة مش أي عدسة عدسة بعدها البعد ينطبق على الايه على الفاربوي أي والله أنا بقول لكم كده انت بتجيش ليه واحدة واحدة دلوقتي يا جماعة هو لو أنا مريض والأشعة وقعت بلل على عينيا بجمع ريزونانس بجمع ريزونانس لا طيب فاكرين برضو الأشعة اللي بتطلع من الريتن تحصلها ايه؟ تحصلها كونفيرجنس وتتجمع ايه فين؟ في الفار بويت الأشعة لما طلعت طلع كده طب انا عايزك تقول لي الأشعة طالعة من الفار بويت هيحصلها ايه؟ لو الأشعة طالعة من الفار بويت هيحصلها ايه؟ هتتجمع على الريتن هيبقى العيان ده عنده ممكن يجمع الأشعة على الريتن هو في العادي ما بيجمعش أشعة على الريتن لأنها بتقع على عينيه بلد طب ممكن يجمعها على ريتن ايوه بس على شرط تبقى اشعه واقعه على عينيه ايه مش بلد تبقى واقعه ومش اي دايفرجنت دايفرجنت طالعه منين من الفار بويت وده دورك انت بقى هتفصل بيه لو انا سبت الاشعه تقع على عين العيان بلد هتتجمع قدام الريتن انا نفسي اخليها تطلع منين الاشعه عشان تتجمع على الريتن بتقعد اكيد العيان كام الفار بويت اعمل ايه هذا الأشعة جاية برلل على عين العيان لو أنا سبتها تكمل برلل مش هتتجمع على الريتن هتتجمع قدام الريتن أروح هتطلعها في النص عدسة قدامها على طبعين تروح أشعة عملها إيه؟ دايفرجنت ومش أي دايفرجنت دايفرجنت تحس لو أنا مديت ده كده ومديت ده كده يتقابلوا فين؟ الفار بوينت فكأن الأشعة ده إيه؟ طبعا من الفار بوينت كده وما هتتجمع على فين؟ على ريتنا مين العدسه اللي تكون في هذا الدور لازم العدسه دي يكون من هنا لحد هنا اسمه ايه البعد البعدي للعدسه ينطبق على مين بالظبط لازم هنا في نقطتين مش نقطه واحده نقطتين فوق بعض مين ومين مركز العدسه اللي هو الايه البعد البعدي للعدسه والايه والفرول تاني بقى يبقى تحط عدسه ماينس مش اي عدسه ماينس عدسه ماينس بحيث ان البعد البعدي للعدسه ينطبق على الفار بوينت واطوي الاوكي البلد اللي قبل ما تخش للعين هيحصل لها ايه؟ دايفرجنت وكانها طالعه منين؟ الفار بوينت قمت تجمع على الهيد شفتوا بقى العين فوق ازاي؟ يبقى هنلبسه عدسه ماينس ها كامل بقى اللي انا ما كنتوش عارفينه حيث ان بعدها البعد ينطبق على الفار بوينت بس مين في العادي الاشعه البلد اللي تجمع على الريتنا في العيان ده؟ تجمع فين؟ طيب مين انت الاشعه اللي كام على الريتنا بتاعتك؟ ما كنت عامل فار بوينت الله ده فيرجن عند الفار بوينت او خط عدسه في النص ان شاء الله الاشعه الفارس يا جماعه قدام الريتنا شعله طيب طب فاكر لما الاشعه كانت بتطلع من الريتنا بتطلع ايه؟ تطلع كده وتتجمع كده تتجمع في الفار بوينت طب بنفس المنطق فلما هيروح خليها جايه لو طلع من الفار بوينت هيحصل لها ايه؟ تتجمع على الريتنا يبقى العيان عنده فرصه يجمع الاشعه على الريتنا لو طلعتها له مين؟ الفار بوينت اعمل ايه؟ لو انا سبت الاشعه تكمل على عينيه بلل يبقى ما غيرتش حاجه حط له عدسه في النص ايه؟ ماينس تروح مخليها الاشعه شويه بحيث لو هديت الشعاع ده كده الشعاع ده كده يتقابلوا عند الفار بوينت يعني كان الاشعه ده ايه؟ طالعه من الفار بوينت وانا لسه قايل لك انا لما الاشعه هتطلع من الفار بوينت هتتجمع فين؟ عدسه يبقى نحط عدسه وبعدين البعد البعدي للعدسه ينطبق على الفار بوينت عشان الاشعه تبقى وكانها ده ايه؟ وكانها طالعه من الفار بوينت خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها دي درجه ضايع ضايع يبقى اشعه يبقى عدسه ايه ماي خلاص ما انت شغال ضايع يبقى عدسه ماي نفس القصه اللي انتوا عارفينها وعلى فكره نفس الكلام هيتكرر تاني في الهايبر ميتروب بس تشرحه بقى تاني لما اجي لما اقول لك علاج العيان وهايبر ميتروب عدسه ايه بلس كمل بقى الكلام بحيث ان البعد البعدي للعدسه نفس الكلام ينطبق على مين؟ خليك انت في حاله السيرك اللي احنا في النهارده خلاص يا ريت تكون فهمنا النقطه الصعبه دي شيري بالتشكيل الو خلصت
تراجع العيان يبقى كويس على مكان ابنورمال تخلي الاشعه تطلع منين الفاربويد لان الفاربويد ورثنا هما كونجوجيت وصار يعني عشان طلع الفاربويد ان شاء الله تجمع فيه عارفه الفاربويد ورثنا اخوات أمة تانية يبقى هنلبسه نظارة بالخصائص اللي انا قلتها بصوا بقى نلبس مع بعض كده لو هو سيمبل مايو يعني نعمل ايه نديله الفول كونكشن يعني ايه فول كونكشن افرض هو العيان الاشعة بتاعته البارلل بتتجمع قدام الريتنا كده والعيان ده مايو ناقص 3 وكنا حاطين له اكتر ناقص 1 ده وات ويل اوكي النقطة دي يحصل لها ايه؟ ترجع ترجع لورا شوية طب لما لبسته له 10 ناقص 2 رجعت لورا شوية لما لبسته له 5 ناقص 3 رجعت على الريتنا بالظبط الحمد لله شاب ناقص 3 كام على كام؟ 6 على 6 طب لو لبسته له 10 ناقص 4 وات ويل اوكي النقطة دي هتتجمع هنا هشوف كام على كام؟ جمع ايه؟ هشوف 6 على 6 برضه بس هيعمل ايه؟ ستة على ستة بس يعمل اكوموديشن طب ناقص 10 بقى 5 النقطة طبيعية ويرجعها بالايه؟ ويرجعها بالايه؟ ستة على ستة بس يعني هو ناقص 3 وناقص 4 وناقص 5 شاف 6 على 6 تديله مين؟ اقل واحدة نديله الليست باور اللي تخليه يشوف 6 على 6 يعني انا بعمل لك نظارة وهنا بتشوف 6 على 6 طب ناقص 2 وناقص 4 وناقص مش عارف كام اديك الايه؟ اقل واحد اقل واحد في الهايبر بتكون هناك ان شاء الله ما حدش يراهم بس هو دلوقتي هنلبس ايه؟ ناقص 3 ولا ناقص 4 ولا ناقص 5 ناقص ليه؟ عشان عشان ما كانش يستخدم الاكوموديشن في قانون برضه في الموضوع ايه القانون؟ دايما الاكوموديشن ما نحبش نستخدمه نركنه على جنب عشان لما نيجي ايه؟ نستخدمه بس لما نيجي ايه؟ نقرا يبقى دايما انا ما احبش استخدم الاكوموديشن هنركنه على جنب اسمعوا يا جماعه لحد اجيبه امتى الاكوموديشن لما اجي ايه لما اجي اقرب يبقى دايما ما بحبش استخدم الاكوموديشن يبقى ليه هنبتدي له العكس ناقص 3 مش ناقص 5 تو افويد يوز اوف مين لو لو ليه ناقص 5 هيعمل ايه الاكوموديشن عايز يعمل الاكوموديشن لا طب لو طفل وهاي مايو يعني مثلا ناقص 20 هنديله ناقص 20 كله هنديله عكس ناقص 20 حيث ان الاشعه تجمع الريتنا بالظبط عشان تقول له نورمال منتال ديفلوبمنت هيبقى كويس ويشوف كويس طب لو واحد بقى قدر جاي لي فور ذا فيرست تايم يعمل نظاره ولقيته ناقص 20 اعمل فيه لو طفل قلنا هيديله ناقص 20 اسمها ايه؟ فور كوريكشن لايك لو قدر هيديله ناقص 15 بس اولا دي اسمها ايه؟ فور كوريكشن ولا اندر كوريكشن؟ لو انا اديته اقل من اللي هو محتاجه اندر كوريكشن ليه هنديله اندر كوريكشن لو انت اديته ناقص 20 الاشعه طول عمره بيجمع اشعه قدام الريتنا هنا ومتعود على صوره اي كلام صوره بنعملها فجاه اديته عكس ناقص 20 بقت الاشعه بتتجمع على الريتنا دلوقتي النظاره حلوه قوي يا دكتور وشيت بيها 6 على 6 الصوره بقت واضحه قوي قوي ومضايقاني يقول لك البيشنت النطق الكاستم مش متعود على الصوره الجديده الصوره الجديده شارب وبرايت وكمان سمول طب شارب وبرايت وفي النهايه شارب وواضحه ليه سمول؟ العكسه ناقص هتعمل ايه؟ لو انت بتبص على شخص كده العكسه هتعمل ايه في الشخص العكسه ماينس؟ هتصغره يبقى يقول لك الميشه بتبقى كاستم على السمول شارب برايت ريليفنت ايج عشان ايه؟ نديله اقل من ما هو محتاجه خلاص نديله اندر كوريكشن هو مش متعود على الصوره الحلوه مش متعود على السمول شارب برايت ريليفنت ايج طبعا احسن من النظارات ايه دلوقتي؟ الكونتاكت لينز الكونتاكت لينز احسن من النظارات في ايه؟ كوزموتيكالي بيتر بدل ما هو لابس نظاره كعب كوبايه زي ايه؟ لابس كونتاكت لينز ومحدش واخد باله يبقى كوزموتيكالي بيتر بيقدر فيه يعني النظاره فيها مشكله ان اطراف النظاره ده ايه؟ ما بعرفش استخدمها ليه؟ لان اطراف النظاره عامله زي البريز زي المنشور دايما استخدم وش بطن النظاره ايه؟ سنتر كان شروط العدسه العدسه كنت كلمت تستخدمها كلها فالفيلد بتاعها اوسع لسه اي حاجه لو من النظاره هتعمل ايه في الايمج؟ هتصغره الكلام ده شروط الايه؟ في العدسه دي الميزه الثالثه مش هيحصل ديكريز في السايز اوف ذا ريتنال ايمج
طيب العلاج بقى ايه كده يا عيان ده بتيجي تقرا الرد بتاع الصندوق كويس عارف ايه اديله فيتامينات فيتامين ده كانسر ليه قول عضلات وظبط عصب اديله فيتامينات وكانسر ليه نعم ده مهم لان الفيتامين دوت والكالسيوم هتقوي السكليرا هيحصل لها ايه ما تكبرش لان كل شويه العين بتكبر 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 يبقى الفيتامين والكالسيوم هيزودوا السترينث اوف ذا سكليرا هيزودوا السترينث اوف ذا ايه السكليرا كل هذا العلاج بالعدسات والنظارات اسمه ايه اسمه اوبتيكال تيوب تعالوا بقى عمليات عمليات تصحيح النظر خلاص اسمها ايه بقى؟ عمليات تصحيح النظر جراحية اسمها ريفراكتف سيرجري والريفراكتف سيرجري جزئين كبار في عمليات بتشتغل على الكورنيال وفي عمليات بتشتغل على الليز يعني في عمليات كورنيال وفي عمليات نون كورنيال تعالوا ناخد الكورنيال سيرجري في عملية قديمة وعمالين بنعملها اسمها اركي اركي ريديان كيراتوتومي ريديان كيراتوتومي ايه الفكرة؟ تيجي على العيان هقول له بس على حاجه قبل ما اشرح العمليات انت عايز الجراحيه دي بعد العمليات اللي هنعملها تبقى مور فلات ولا مور كيرف مور فلات صح هي العلامه قويه العين قويه فانا عايز ايه نخليها فلاتر عن الاول يبقى كده العين كده صح ايه اللي هيحصل بقى اول عمليه هي مقابلين بنعملها بنيجي على الاطراف القرنيه ونعمل شروط كده ممكن نعمل اربعه ممكن نعمل 8 ممكن نعمل 16 اسمها تشريط القرنية بطريقة ريديان زي اشعة الشمس ريديان كيراتوتوم صح كده البريفري اوف ذا كورنيا بقى ضعيف ولا بقى قوي؟ ضعيف بقى ضعيف وبيبانش بس كده يعني عين اهو البريفري اوف ذا كورنيا بقى ضعيف والبريفري اوف ذا كورنيا بيبانش كده يعني اهو طبعا بس دي كروكي والبريفري اوف ذا كورنيا بيبانش كده لما البريفري اوف ذا كورنيا بيبانش يحصل ايه في الكورنيا؟ تبقى مور في اللاتر عن الاول دي الفكره طبعا بطلناها لان هي بتسيب مكان هي العمليات الشرطه اللي هي الشرطه هتسيب مكانها سكار ده هتلاقي العيان في النظر بتاعها عمليه كفايه كده في العمليات مش عايز اكتر من كده عمليه انا عايز بريك ولا بنعمل شرط في الاطراف القرنيه والبريفيو اوف ذا كورنيا هيبقى ضعيف هيحصلوا بلج وان ذا بريفيو اوف ذا كورنيا ويل بلج ذا كورنيا ويل بي ايه؟ هتبقى فليك خلاص العملية دي قديمة جدا وما عدناش نعملها يعني ممكن تسأل سؤال شافوا من كده غيره العملية دي تشوفوها ازاي سؤال شافوا تشوفوها ازاي واحد كان في حادثة لابس نظارة فإزازة النظارة دخل في القرنية بتاعته وقطعها بس بعد الحادثة وبعد ما كانش شاف ايه ده ان هو شاف حاجة نظارة حصل له ايه؟ حصل له ضعف الأطراف القرنية العملية دي تشوفوها كده خلاص واحد سنة لحد ااا شفتوا العملية هي يا جماعة دايما شروط التشريط اللي بقولكوا عليه تشريط القرنية بطريقة ايه؟ بطريقة ايه؟ القرنية بنفسية ولا بتاع ال أحد الحاجات بقى دلوقتي دي ايه؟ الإكزيما الليزر الليزر ايه الفكرة؟ الإكزيما الليزر بتدفع عنه الليزر ده لما بحطه وبوجهه على القرنية بياكل في القرنية وياكل في الكورنيا فالكورنيا تبقى ايه؟ تبقى فلاي بيقول لك هذا الليزر بيعمل فلاتنج اوف ذا كورنيا او بيعمل ايفابوريشن اوف ذا كورنيا بيبخرها او بيعمل ابلانيشن اوف ذا كورنيا كل ما وجعها الكورنيا كل ما الكورنيا تبقى ايه؟ تتبخر وفي حاجه غريبه جدا اللي بيعمل عمليات الخط ما بقولهاش للعيان مش شم ريحه شوط بيقول العيان وهو احسن تجاه الليزر بيشم ريحه شوط يعني وانت بتعمل عمليه ليزك هتشوف الكورنيا بتاعك وهي ايه؟ هي بتشيل الجهاز بيبخر القرنية بياكل في القرنية اسمه اكزيما الليزر الحاجة بقى فيه مليون عملية في الليزر الفكرتهم كلهم ان القرنية تبقى ايه؟ تبقى فلات في سؤال جه السنة اللي فاتت مش مكتوب عندكم في الورق اسمه كونترا انديكيشن اوف ليزر سيرجري امتى ممنوع اي حد فيكم يجي يقول له لا مش هنعمل لك عملية ليزر ايه الكونترا انديكيشن؟ رقم واحد لو القرنية سن لان لو القرنية سن مش عارف ايه؟ اشيل منها رقم اثنين لو في كي سي ايه كي سي ده؟ كراتوكون ليه؟ عشان القرنية كراتوكونس يعني القرنية فيها مخروط كده صح؟ لو انا شلت كده المخروط ده بقى ضعيف يحصل له بلجنج بطريقة فظيعة عن الأول
يبقى لو عملنا ليزك او عملنا عمليات بالليزر واحد عنده كراتيكونس هيحصل انكريز في البروجريشن اوف ذا كراتيكونس. الكراتيكونس هيكبر قوي. طبعا لو في اي اوكلر ديزيز يعني يبقى واحد عنده ايرايتس واحد عنده كورنيال انسر ما ينفعش اعمل له ليزر لان ما يجف. رقم ثلاثة لو في دراي اي. ليه؟ لان العمليه دي اساسا بتعمل دراي اي. الليزر زي ما يلقط في القرنيه بيدمر الجبل السيلز اوف الكورنيا. يعني الليزر بيدمر الجبل السيلز اوف الكورنيا اوف ذا كونجكتايف. فكده كده العيال بيطلع بعد عمليه الليزك عنده صوت ديجري اوف دراي اي. فلو هو اوريدي دراي اي من الاول مش هتنفع هتبقى عينيه هتتدمر. يعني كده بعد العمليه هتديله يعني زي ما انت قلت كده العيال بعد عمليه الليزك بيفضل 3 4 شهور بيستخدم قطره ايه؟ Artificial case. بيطلع كويس وكل حاجة بس بيطلع بصم degree of dryness بعد عملية الليزر معروفة نتيجة ان الليزر بيدمر الجوبلت سيلز اللي بتطلع الدمور. ممنوع اعمل عملية في كولاجين ديزيز. كولاجين ديزيز يعني الكورنيا ايه يعني؟ مش الكورنيا دي بتقوم من كولاجين فايبر يعني الكورنيا ضعيفة. كولاجين ديزيز يعني القرنية ضعيفة ممنوع. ممنوع من عملية في سن أقل من 18 سنة. طبعا في دكاترة في يعني هنا بقى لو جبت سيرة دي هيسألك. اكتب كده ممنوع لو في سن أقل من 18 سنة. يعني مفيش دكتور يعمل عملية ليزك في ولد عنده 6 سنين؟ 5 سنين؟ في. ليه بقى؟ لو في فرق في العينين في كوب يعني العين دي مثلا الحمد لله صفر يعني ايه صفر يعني سليم وعيني ناقص 4 لو انا سبت الولد ده كده كويس البوك هيعمل ايه في العين ناقص 4 انجلوبي عارف ايه الحاجه دي عاملها ليه خلاص يعني ممنوع نعملها في سن اقل من 18 سنه الا لو كان في انديكيشن الا لو كان في ايه الانديكيشن يعني لو في فرق ما بين العينين في القوه اسمها ايه بقى فرق ما بين العينين في القوه اسمها ايزومتروبي في الدور الاول ولا لا لو انا سبت الولد ده عنده عين حلوه وعين وشه هيحصل له امبلوبيا المخ هيعمل هيهمل العين او اعمل ايه بالعين اللي هي مش مظبوطه طب كنت اتكلمت بالبتاع بتاعتها كنت اتكلمت في ولد صغير بسيط نظاره مش هيستحمل النظر كده احسن حل الليل فما تستغربش لما تلاقي ولد صغير داخل يعمل ليل يبقى الدكتور مش مصاب يعني ولا حاجه ماشي بس على شرط يبقى الولد الصغير ده ايه؟ عنده ايه؟ فرق في الايه؟ فرق في العينين بحيث لو انا سبت الفرق هتبقى وان عين ايه؟ امبلوبيا يا ريت تكونوا فاهمين طب الفرق ده سالب 4 في اكتر؟ وانتوا كده ده وقت كده زياده قوي 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 اللي انتوا عايزينه بصراحه انا شايف ان كده زياده عليه انت هنتج على ايه اصلا؟ لو الفرق ده بقى سالب 4 في اكتر؟ انا بدور الفرق ما بين العينين ده قد ايه؟ يعني هل اي فرق ما بين العينين في الاطفال يعمل امبلوبيا؟ لا يعني لو عين ناقص واحد وعين ناقص اثنين لا ده مش فرق ايه الفرق اللي ما بين العينين اللي يعمل امبلوبيا هنقوله بقى بعدين ماشي يا طب ايه الفكره في العمليات دي بقى تعالى خدهم العمليات بتاعت الليزر كلها نفس الفكره الدكتور الاولاني هيعمل ايه تعالى نشوف اول عمليه هيجي على الابيثيليوم ويشيله ما ينفعش اضرب الليزر على الابيثيليوم لا لازم اشيل الابيثيليوم مش هيجيب نتيجه هشيل الانثيليوم لان احط نقطتين كحول وبعد ما احط نقطتين كحول ده الانثيليوم فصل يعني الكحول بيدود ايه؟ اللي نحط نقطتين كحول او نجيب فرشه ونشيل ايه؟ الانثيليوم هنشيل الانثيليوم يا اما بالالكول يا اما بالورشه فين الانثيليوم؟ اضرب الليزر اعمل ايه؟ اعمل هنا ايه؟ عمليه اسمها بي ار تي العمليه اللي انا شرحتها دي اسمها بي ار تي فوتو ريفراكتيف كيراتيكوتي هل عملنا في البي ار تي خلاف؟ اشتغلنا مباشره على الكورنيا من غير فلاب ايه مشكله في العمليه دي ان العيان طلع بعد العمليه الحته دي فيها ايه الفر سيبيه بين بعد العمليه انت بالليزر شلت له جزء من الكورنيا الجزء اللي انت شفته ده في مكانه ايه الفر طيب كان في ممبرين هنا الكورنيا كده انت شلته معاك ايه الممبرين ده بقى الممبرين ممكن بقى الممبرين ده يلحم هنا بايه فايبروز يحصل حاجه اسمها بوست اوبراتيف هين يعني تلاقي الحته دي فيها فايبروزس بعد العمليه ممكن لو انت شلت جامد تبقى القرنيه ضعيفه يحصل فيها ايه؟ ربنا يبعد عننا يعني بوست اوبراتيف اكتيزيا بلجيك لان انت شلت ايه؟ شلت جامد من الكورنيا خلاص؟ ممكن يحصل بوست اوبراتيف
بلجي بوست اوبر الهيل دي دي الاعراض الايه عوامل العلاج القديمه شويه. طب ليه ليه في ناس بتعملها لحد دلوقتي؟ لان العلاج فيها ميزه ان انا ما بعملش خلايا. طب ودي ميزه؟ ايوه. في عيال كمان شويه هنعمل ايه؟ هنرفع ثلاث من الكورنيا وبعدين نشتغل بالليل. فانت لما ترجع الفلاب للعمليه بتاعتك دلوقتي كل اللي انت عملته تغطيه في بالي بالايه؟ بالفلاب. بس هنا هتقابلنا مشكله. مش هنعمل فلاب، يبقى لي جزء قد ايه من الكورنيا اشتغل عليه؟ جزء صغير قوي. لو الكورنيا بتاعتك رفيعه مش هتعرف تعمل العمليه دي، صح؟ يعني لو الكورنيا تخنها قليل او يعني بورد لاين مش هقدر اعمل فلاب واشتغل بالليزر واعمل ايه بقى؟ احاول استغنى عن موضوع الفلاب. لو الكورنيا رفيعه وعايز يعمل عمليه اضطر للايه؟ للبي ار كي او من غير ايه؟ من غير فلاب. يعني العمليه دي فيها ميزه مش بريزنت سيكنس، لا يعني نذكر كده الادفانتج كان بي دون از ذا سيكنس از سمول. يعني لو السيكنس قليل شويه اقدر اعملها لانها من غير ايه؟ لانها من غير فلاب. هتلاقي حاجه غريبه قوي مكتوبه عندكم. هتلاقي العملية دي أروع العمليات دي بسبعة عمليات تعملها في الميوبيا من ناقص 6 لناقص 12 وينفع عملها في الهايبر بتروبيا. وده مش موضوعنا بس بالمرة يعني. أنا في الهايبر بتروبيا هي مش العملية حضرتك بتعمل فلاتنج للكورنيا يعني بتبسط الكورنيا. أنت عايز في الهايبر بتروبيا تبسط الكورنيا ولا تخليها مور كلفت؟ طب هتعمل إيه؟ أيوه صحيح هنعمل إيه؟ هتاكل من الجنان هتعمل من يا سلام يا حودة يا سلام. شرحتها قبل كده شرحتها قبل كده خالص. هنيجي بقى ايه؟ ناكل من هنا حته من هنا حته. فالسنترال بارت اوف ذا كورنيا يبقى ايه؟ يا مور بلش. حد فاهمني؟ يعني في الميوبيا انا بشتغل على المركز على السنتر على طول، لكن في الهايبر ميتروبيا انا بشتغل اكتر على الايه؟ مش في الميد سنترال، يعني بعد السنتر بشويه. يا ريت تكون فهمنا بعض. طب انا كده مش في ايه الصوره اللي بتشرح مش انا كده مش في ايه الريجولاتي في السيرفس بتاعها. لا لا مش غير انا كده دي حاجه كمبيوترايز يعني هذا كده فهمناها يا جماعه. ناخد بقى العمليه ام ثلاثه العمليه اللي كلكم تسمعوا عنها اللي هي عمليه الايه؟ الليزر. ليه الدكتور عمليه الليزر بقى مش البي ار كي؟ يجي الدكتور يروح عامل ايه؟ يروح عامل فلاب في الكورنيا. هقول لكم ازاي بتتعمل دلوقتي. اول حاجه عشان يعمل الفلاب دي بيستخدم اله اسمها مايكرو كيراتون. اله عامله زي قطعه البطاطس الشيبسي اللي في البيت. انت في قطعه اللي هي بتزودها على البطاطس تروح عامله ايه؟ تروح عامله شيبسيات. طب هي نفس الفكره عشان قطعه اسمها مايكرو كيراتون. تقول على الكورنيا تروح عامله ايه؟ سلاب. بس على فكره السلاب ما يكونش كافي. السلاب يقف يعني يقف عند ايه؟ عند الاله عشان يفضل ماسك فيه الكورنيا. اسمها ايه الاله دي بقى؟ اسمها مايكرو كيراتون. هنا السلاب عباره عن ايه؟ عباره عن شيبسيوم. ومين داخل معانا هنا؟ بومنت. بومنت وانتيرو بارت اوف ذا ستروما. عملنا السلاب اضرب الليزر تيجي يحصل هنا ايه؟ اضرب الليزر هنا بقى من جوه تيجي يحصل هنا ايه؟ لازم رجع البلاد. خلصت العمليه. العمليه دي اسمها ايه بقى؟ اسمها ليزك. كلمه ليزك اختصار ايه؟ ال اي اس ليزر. وات مين؟ الاي ان سايتو. يعني ايه ان سايتو؟ يعني من الداخل. الكاف او الكي كراتو مايليزز. كلمه كراتو مايليزز يعني اعاده تشكيل القرنيه. تصحبوها دايما بالعربي. ازاي؟ اعاده تشكيل القرنيه من الداخل باستخدام الليزر. ايه ده بقى عمليه معنى كلمه ايه؟ ليزك. ليزك يعني اعاده تشكيل القرنيه من الداخل باستخدام الليزر. ليزر انسايتو كراتوماليز. او في ناس تقولها ايه هي؟ ليزر انتراسترومال كراتوماليز. انتراسترومال او انسايتو. في كتب كاتبه كده؟ في كتب كاتبه كده. شويه اسئله بقى يعني صعب تسالهم في سنه رابعه بس تقولهم. هتاكل من التيشو قد ايه؟ هتاكل قد ايه؟ كل اللي انت عايزه المهم يتقال اقل حاجه هنا 250 مايكرون بعد العمليه والا سوف يحدث ايه؟ والا
الا سوف يحدث لو انت تهورت وشلت كتير بلش. يبقى اقل حاجه يتبقى بعد العمليه حاجه اسمها بت بت يعني عمليه 250 مايكرون اقل حاجه. ومع ذلك 250 مايكرون زي الفل ومفيش حاجه. وساعات برضه يحصل بوست اوفر دي ايه بلش. ومع ذلك الله بقى الكشف الانفلاب 50 وانفلاب كمان شويه صغيره ساعات الانفلاب يجي الدكتور صح شايلها الايه لازم وتقع منه نقعد ندور عليها مسخره بقى ده بتنغ بقى فاهمني يعني انت تروح تقطعها لايه الانفلاب ساعات تيجي تقطع الانفلاب تلاقي الجهاز هو الجهاز يفضل ماشي كده ماشي على الكل يروح عامل الايه الانفلاب ساعات تلاقيه واقف في النص دي مسمار ولا حاجه يعني ساعات انت لما اسفاره يعني تلاقيه واقف بص الجهاز واقف لحد هنا شايف ايه الانفلابه دي بقى وقف لحد هنا مفيش يحصل يا كومبليت فلاب طخ يا ايه؟ يا ايه كومبليت فلاب؟ الفلاب بقى ساعات تيجي نرجع الفلاب والله حصلت معايا بره ساعات تيجي نرجع الفلاب تلاقي الفلاب ما تعرفش اسمه بعضيها يمكن تيجي تفرد ام الفلاب مش راضي تفرد خلاص غالبا بيبقى العيان السبب الفلابه دي بالظبط انا برجعها تبقى عامله زي الكونتاكت لينز يا ست الحاج اوعى تفركي في عينك وعيد نامي على حته الفلاب الايه؟ الفلاب هتتبنى عينيكي باظت زي كده ممكن يحصل زي كده ممكن ترجع الفلاب رجعنا الفلاب اهو يحصل ما بين الفلابه وما بين الكورنيا ايه وبس اسمها انترفيس وبس ممكن الانفيليوم يروح داخل هنا كده ده مين يا باشمهندس يخش ما بين الفلابه وما بين ايه الكورنيا طب مش فاهم مكتوب عندك ولا لا ابيثيليال انفيجن انت مصيبك بقى مكتوبه ابيثيليال انفيجن ممكن يحصل انفكشن بالاديبيكال مايكوباكتيريا انفكشن بالاديبيكال مايكوباكتيريا اديبيكال طب ايه رايك متخبطه ولا ايه متخبطه تعمل ليزك لنفسك يا دكتور لا طبعا لمراتك لا لبنتك قبليها يا دكتور ما برضه كم اعملها لبنت واخد فلوس مش انا ضمني البتاع ده اللي بيقبض الكهرباء ده هيقف فين صح انا كانت العيان وهو مرعوب يعني الجهاز بيفضل ماشي على الكهرباء يا رب يوصل للاخر الحمد لله لما يوصل للاخر كده يبقى الفلاب ايه تعب وشيب بقى ولسه اللي يا ترى الفلاب كومبليت ولا ان كومبليت يا ترى انا قشط ويا كلام بقى لو ايه يعني ساعات مش عايز اخدكم بس ساعات الجهاز يروح واخد الكهرباء كلها ده الهوى 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 ده بصوا كده على اليمين ده الجهاز اللي ماشي هو ده بيبقى منظره كده اللي هو اللي هنا طب انا بص كده ولا كده يعني بصوا كده شويه كده شويه اهو فيلا ماشي كده ماشي كده ماشي كده حد بيعمل ايه السلام واقوم رافع السلام وضارب مين اللي نازل ده واقوم راجع العمليه تنطق ما حدش اتخض ولا وكل حاجه بس ما حدش ضايق من ايه حد زي عمر الظروف طبعا السلامه بقى ايه اولا ما قطشتش مين ما قطشتش مين اه والله ما فيش بوست اوبر ديبيت لان ما فيش انسر كل اللي انا عملته ايه؟ بسيط العمليه دي اكيوريت يعني دقيقه عن الثانيه باذن الله لو هتعملها لو هتعمل الليزر ده ليزر تفصيلي دي كانوا بيقولوها للطيارين في امريكا اسمه ايه؟ يعني ممكن تبقى دقيقه جدا من العمليه اللي فاتت دي بتاعت الليزر لدرجه ان نسميها كاستمايز ليزر ليزر تفصيلي يعني ايه؟ على مقاسك لو انا عيوب ناقص واحد وانت عيوب ناقص واحد هيتعمل لنا نفس العمليه ده الليزر للليزر العادي لو انا عيوب ناقص اثنين وانت عيوب ناقص اثنين هيتعمل لنا نفس العمليه لان احنا نفس الايه؟ نفس الدرجه الميوبيا والهايبرمتروبيا والحاجات دي اسمها لو اوردر ابريشن يعني انحرافات لو اوردر كل الناس زي بعض لكن بداوا بقى يلاقوا ان في انعوجات في الكورنيا غريبه شويه شوف الاشكال دي دي اسمها لو انحرافات في الكورنيا تانية اسمها هاي اوردر ابريجن ودي مش يعني ما بنلاقيهاش في شخص شبه التاني قالك نصلح دول هما كمان يعني الليزر التفصيلي بيطلع
اللور اوردر ابريشن زينا مايوكو الهايبرتوبيا، وبيصلح لكل واحد الايه، لكل واحد بقى الايه الهاي اوردر ابريشن بتاعته. يعني ايه؟ يعني بصوا الليزر العادي بيصلح المايوبيا وخلاص، طلع الهايبرتوبيا وخلاص. لا، وبقى كل واحد فينا لو هو عنده مايوبيا بيبقى عنده حاجات تانية. اسمها ايه الحاجات التانية؟ هاي اوردر ابريشن، بتلاقي انحرافات في الكورنيا غريبه الشكل، ومش واحد بقى شبه الايه شبه التاني. فانا باجي اعمل لك مايوبيا، اطلع لك المايوبيا واشوف كمان اي واحد من دول عندك وايه واطلعه، تبقى ليزر ايه متفصل عليك انت، اسمه ايه كاستمايز. انا عندي مكان بس في الكاستمايز دينامي في الليزر التفصيلي بيصلح ايه وايه، لو اوردر ابريزل اللي هم المايو العادي، وكمان الايه الهاي اوردر ابريزل. اسمه ايه الجهاز بقى اللي بيكتشف عند حضرتك الهاي اوردر ابريزل؟ اسمه الويل فرانت. ما هو اكيد في جهاز هيطلع لي ده الويل فرانت. انا كده بديكوا يعني كل حاجه ولا اكتر من اللي انتوا عايزينه فيه، دي مشكله. بس ما هو جاي مستمر بس في الامتحان كتر عندك يعني ايه، مش جاب ليه ديك جاب نقطه فاهمني يا جماعه، عادي بقى من عمره ده ديفينيشن. الاحدث بقى فاكرين البي ار كي كنا بنعمل ايه؟ بنشيل مين البي ار كي؟ بنشيل مين الزيليوم وبعدين نشتغل بالليزر. ده في عمليه دي قالك نشيل الزيليوم ما يموش، نعمل عمليه ونرجع الايه؟ يعني هنشتغل تحت مين؟ مباشرة الابيثيليا بيسموها لاذيك. لاذيك. تحت فين؟ فبيسموها لاذيك مش ليزك بالاي يا جماعة مش بالاي، لاذيك. ليزر ابيثيليا كراتوماليزم. مش احدث ولا حاجة، الفكرة ان انا عايز اخلي الفكرة بقى في العمليات الجديدة كلها ان انا عايز اخلي الجلابة ايه؟ رفيعة. فكره العادي الجديد انا عايز اخلي الفلابه رفيعه. اللازيك هي بي ار تي، بس الابيثيليوم اللي شلناه رجعناه تاني. طب عشان نشيله ونرجعه تاني نشيله بالبرشر؟ لا بالخل عشان اعرف ارجعه تاني. دي اللازيك خلاص، يبقى هي زي البي ار تي، ولكن الابيثيليوم اللي بنشيله بنرجعه تاني. دي اللازيك. خد بالك بقى في ليزك وفي ايه؟ لازيك. ايه رايك؟ نعمل اللازيك امتى؟ او البي ار تي امتى؟ نرفع الفلابه امتى؟ لما تكون الكرنيه بتاعتك ايه؟ رفيعه. لو الكورنيا ست لذيذ، في عمليه احدث اسمها اي بي ليزك، بيعملوا ليزك بس الفلابه بيحاولوا يخلوها ايه نفس الفكره بقى؟ حرف رفيعه قوي ابيثيليوم بس. والجهاز اللي بيعمل فلابه دقيقه جدا مش اسمه بقى اللي فاكر اسمه ايه؟ مايكرو كراتوم. لا، الجهاز المره دي اسمه اي بي كراتوم. اي بي كراتوم، فيبقى العمليه اسمها ايه؟ اي بي ليزك. طيب الاي بي ليزك شبه مين بس الفلابه رفيعه؟ شبه الليزك بس الفلابه رفيعه. هنغير الايه؟ الاله. نخليها بدل ما هي مايكرو كراتوم اي بي كراتوم، نحاول نخلي الفلابه فيري سيمبل عشان مشكله الكراتوم اللي بيقطع ده في مشاكل، في مصايب بقى زي ما انتوا قلتوا. زي ما انا قلنا بقى قطعت الفلابه تتقطع ما تتقطعش، الفلابه كومبليت ايه كومبليت قصص. فبدانا نحاول نعمل فلابه من غير ايه؟ من غير قطع. من غير قطع، من غير مشرط. العملية دي اسمها بليد ليس ليزك. بليد ليس من غير بليد. امال هترفع الفلابة بايه يا دكتور؟ هندخل ان هو اللي يرفع لنا الفلابة ايه؟ ليزر. يعني هنعمل فلابة من غير مشرط بالليزر. ويتش ليزر؟ سبتو سكند ليزر. يعني هنرفع الفلابة من غير ايه؟ من غير مشرط. مش هنا. فبيسموها ايه بقى؟ لا مش احمد دويل، احمد دويل كابتن احمد دويل يبقى ايه؟ فيتو ليزك. الشغلانه رقم قوي. او بليد ليس ليزك. يعني ايه بليد ليس؟ من غير شفره. من غير شفره. هير ذا فلات از دون باي ليزر باي فيتو سكند ليزر. يبقى انتوا عندكم ليزر خلوا اكتبوا ايه؟ فيتو كده القلم سكند كده. احنا كنا زودنا كتابنا حاجه اسمها كونترا انديكيشن. اه نكتب بالكونترا انديكيشن لو كتبنا الريبورت يستنى. اه اقل من قد ايه؟ يعني ما نعملش العمليه اقل من 500 مايكرو. 500 ارجعوا للكونترا انديكيشن اكتبوا لو اقل من 500 مايكرو غالبا احنا خلينا نعمل عمليه غالبا. الكورنيا لو كانت اقل من 500 مايكرو اذا يا جماعه مفيش شاطر يوزي. اي واحد يعمل ليزر ابعته يعمل ايه قبل ما يعملوا العمليه؟ اه قبل ما يعملوا العمليه واحده تحليل. اشوف الكورنيا ستيك اسمه ايه؟
لكن بنت أشوف عنده كراته كورس ولا لا. اسمه ايه جهاز؟ توبوجراف. يعني انا عاملك ليزك عاملك اختبارين اشوف كورتيا سيكنس بالايه؟ بالباكي بنت ده اللي بيتعمل فعلا. واشوف الكورنيا التوبوجراف طبعا ان ما عندكش ايه؟ كراته كورس. مش النورمال اصلا سيكنس 450 ل 500؟ 550 ل 600 550 ل 600. كل هذه العمليات اللي نرجع معها بعض هرجع احط لكم عشان ايه؟ عشان ما تنسوهوش. البي ار كي بيشيل الهيليوم ويروح ضارب الايه؟ الليزك. البي ار كي بيشيل الهيليوم ويروح ضارب الليزك. طيب الليزك بيعمل سلاب ويضرب ليزر ويرجع الايه؟ السلاب دي الايه؟ الليزك. طب اللاذيك بيشيل الهيليوم بدل ما ينمي يرجعه تاني. طب الاي بي ليزك بيعمل سلاب برضه بس ايه؟ بس رفيعة. طب السنتو ليزك بيعمل سلاب برضه بس بالايه؟ بالليزك. شوفوا الموضوع سهل ازاي؟ رجعتهم كده في دماغكم؟ لقيتوا الفروقات ما بينهم؟ تعالى ناخد بقى عمليات من العمليات اللي ما بنشتغلش فيها على الكورديا اللي هي نون كورديا. يقول لك بدل ما تحط للعيان نظاره طب انا ممكن ازرع له العدسه هنا، يعني العدسه بتاعته موجوده هنا. طب انا ممكن ازرع له عدسه هنا او هنا او هنا. لاول مره هنزرع عدسه والعدسه القديمه ايه؟ موجودة. موجودة. يسموها ايه؟ يسموها فيكيك اي او اس. فيكيك اي او اس. حطها في الانتيريور تشامبر ماشي، نخيطها في الايرس ماشي، نحطها في البوستيريور تشامبر ماشي. طب العدسة الجديدة هتلمس مين؟ الايرس تعمل ايرس. العدسة الجديدة هتلمس العدسة القديمة تعمل ايه؟ كترة. ممكن تعمل كترة وبلوكوم. دي اسمها فيكيك اي او اس. طب في عمليات تانية. طب ايه رايكم مين يقترح عليا بقى؟ ايه رايكم تشيل العدسه بتاعته بتاع العيان؟ مش العدسه عليه قويه؟ اه. طب ممكن لو شلنا له العدسه خف؟ ايوه. لان عينيها تبقى ايه؟ ضعيفه. لاول مره هتشيل العدسه ما فيش فيها ايه؟ قطر. قطر يبقى اسمها ايه؟ كلير لينز اكستراكشن. هو هنا سؤال شغلي لازم تجاوب لازم. العيان ده هيكف كل حاجه بس هيفقد ايه؟ الاكوموديشن. هي ويل لوز الاكوموديشن. ودي مش كلمه كده وخلاص. قبل ما بعمل له العيان العمليه دي واقعد معاه هنعمل عمليه قبل حتى تشيل العدسه كويس. انت عندك مولوجيا درجات عاليه قوي مش مكفيه الليزر فهنشيل العدسه بتاعت ربنا بس خد بالك هتفقد الاكوموديشن. ايوه يا دكتور الاكوموديشن مش مشكله. لا مش هتعرف تشيل الموارد مش هتعرف تقرا مش هتعرف تاكل الحاجات القريبه كلها مش ايه؟ مش هتشوفها. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طب ما انا هعيش ازاي؟ يوصف اكوموديشن تقولها له كده نصف اكوموديشن ولو انت شاطر بقى دماغك انت كده انت اعمل العمليه دي ولا بتطمن ولا حتى بلغ العين اي حاجه لان دي في السن كده كده هو ابنها ما عندوش ايه؟ اكوموديشن. وانا عندي 20 سنه لا لازم اقعد معاها هتعيش بقيت عمرك من غير ايه؟ ولا اكوموديشن ما تزرعلهاش عدد كبير وتنظيف مش فيش فيها اكوموديشن الحمد لله العدسه مفيش فيها اي حاجه. انت تشيل اه العدسه تبقى العدسه الجديده حتى لو زرعناها مفيش ايه؟ فهمت ولا ايه؟ يبقى ايه ما نعمل كتير اكستراكشن وما نخافش من موضوع الموسم اكوموديشن سنه كبير اوضه العيان اوضه ايش. طب ممكن اجيب قرنيه من واحد ميت واحطها هنا كايه؟ ده قبل كده مش موضوعنا دلوقتي. والكراسي كورنر شرحناها قبل كده. انتر كورنيا رينج شرحناها قبل كده. بصوا يا جماعه ممكن ازرع العدسه الناس اللي بتتكلم ورايا بدل ما ازرعها هنا ازرعها هنا فين العدسه؟ في الكورنيا على اساس انها مش هتلمس الايرس ومش هتلمس الايه؟ كلمه الايرس مش كلمه الليز اسمها انترا كورنيا الليز. انترا كورنيا الليز بس للاسف جوه الكورنيا مفيش مساحه ازرع على مسافه ايه كبيره يعني اخري ناقص ثلاثه انترا كورنيا يعني ازرع العدسه يا في الاتيو شامبر قلنا يا خيطها من الايرس يا حطها قدام الليز القديمه الجديد بقى ان انا ازرعها جوه الكورنيا انترا كورنيا الليز. طيب فاكرين في الهاي مايوبيا ايه ده بيحصل ايه العين تكبر جامد قوي 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 وساعات بيطلع من العين السفيلومة كده هتلاقي العين بقت كبيرة قوي. الدكتور شريف الشتاء بيعمل ايه بقى؟ في الكورنيا عشان العين كبرت؟ عين لا يتقطع بره. يشيل كده؟ يقوي. وايه؟ يخيط تاني. ده كليرال ريسكشن الوحيد اللي شفته في مصر بيعمل العملية دي الدكتور شريف الشتاء. ده أعظم دكتور شبكية في مصر. كليرال ريسكشن يعني في العين تونس؟ ايه؟ يأثر يا سلام. ايه؟ كونجنتال حاجة غالبا كونجنتال
طالما العيان وصل لدرجه القطر دي مش احنا قلنا في النهايه هيحصل ضمور في العصب نعمله ايه بقى؟ لو وصل لدرجه الاوبتيك نيرف القطر دي خلاص العيان ده كده كده مش هيشوف. لما يجي يبص على حاجه قريبه اديله عاده تمليه بتكبر دي ماجنيفاينج لينز. لما يجي يبص على حاجه بعيده البسه نظاره كده عامله شبه التلسكوب التلسكوب دي اسمها دي لو فيجن ايد. الناس اللي عندهم لو فيجن بتساعدهم لو فيجن ايد. بصوا كده ليش ايه كده في الشارع؟ طيب مش في الشارع كده اصلا. وقفه انتوا معجزه النهارده.